اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز، وده ان شاء الله هناخد ليسون 1 في الجيومتري اللي بعنوان البيزك ديفينيشنز اند كونسبتس اون ذا سيركل. الدرس بتاع النهارده يعتبر من الدروس السهله جدا، انا بعتبره ريفيجن على الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده عن السيركل باستثناء جزء بسيط في الاخر، هو جزء بسيط بس مهم جدا. فالدرس بوجه عام يعتبر سهل، مش كده وبس، اليونت كلها سهله والترم كله يعتبر الدروس بتاعته سهله، واللي بيحب الماثيماتكس هيستمتع فعلا بالدروس دي. وزي ما احنا متعودين في طريقه الشرح على القناه هنشرح الدرس بالتفصيل وهنحل باذن الله جميع المسائل اللي عليه. تعالوا مع بعضينا نبدا الليسون ونتعرف على السيركل. السيركل عباره عن ايه؟ السيركل عباره عن مجموعه من البوينتس اللي موجوده في البلين. It is the set of points of the plane. ايه الكونديشن بتاع البوينتس دي؟ المفروض يكونوا كلهم at a constant distance from a fixed point in the same plane. يعني مجموعة من النقاط على مسافة متساوية من نقطة ثابتة. لما نيجي نترجم التعريف ده في رسمة تطلع لي المنظر ده. المنظر ده اللي احنا شايفينه قدامنا عبارة عن مجموعة من البوينتس اللي موجودة في البلين وكلهم على مسافة متساوية من البوينت دي. طيب المنظر اللي طلع قدامنا ده هنسميه ايه؟ هنسميه سيركل. يبقى انا السيركل لما اجي اتكلم عنها لازم اعرف الام اللي هو السنتر بتاعها، ولازم اعرف الكونستانت ديستنس المسافه الثابته اللي بتفصل ما بين الام واي نقطه في البلين، ودي بنسميها الراديوس. طيب لو جينا نتكلم عن وضع البوينتس في البلين بالنسبه للسيركل، طالما رسمنا السيركل دي يبقى هتقسمني البلين ل 3 سيتس اوف بوينتس، لثلاث مجموعات من النقاط. اول مجموعه عندي من البوينتس اللي هنلاقيها جوه السيركل، ودي بنسميها السيت اوف بوينتس انسايد ذا سيركل، زي الدي والاي والاف. المجموعه الثانيه من البوينتس دي اللي هنلاقيها اوتسايد السيركل اللي هي كي زد جي، وعندي مجموعه ثانيه اللي بتبقى موجوده اون ذا سيركل على السيركل نفسها زي الاي والبي والسي. يبقى السيركل بتقسم البلين لثلاث مجموعات، مجموعه جواها، مجموعة براها، مجموعة عليها. تعالوا مع بعضينا نتنقل لتعريف آخر اللي هو السيرفس اوف ذا سيركل. عبارة عن إيه؟ السيرفس اوف ذا سيركل عبارة عن مجموعة البوينتس اللي موجودة على السيركل يونيون مجموعة البوينتس اللي موجودة جواها. يبقى ناخد بالنا السيرفس اوف ذا سيركل مختلف عن السيركل. السيركل عبارة عن مجموعة البوينتس اللي إيه؟ اللي معمولة بالبلاك ديت. طيب السيرفس الاوتر بوينتس دي بالاضافه للبوينتس اللي جوه. يعني لو قال لي الاي بي لاين سيجمنت انترسكشن السيركل، يبقى هو يقصد الانترسكشن مع الاوتر بوينتس ديت. مشتركين في ايه؟ مشتركين في البوينت سي والبوينت دي. طب واللي جوه؟ لا ما نعرفهمش. لكن لو قال لي بقى الاي بي لاين سيجمنت انترسكشن السيرفس اوف ذا سيركل، ساعتها ناخد السي والدي واللي جوه كمان. اوكي؟ وناخد بالنا ان الام ده بيبلونجس للسيرفس اوف ذا سيركل ولكن دازنت بيلونج للايه؟ للسيركل، عشان مش موجود ايه؟ على الحته اللي بره، موجود جوه بس. نتنقل لجزئيه ثانيه اللي هي الراديوس. طبعا الراديوس مش غريب علينا، ده يعتبر اهم حاجه كنا بندور عليها في السيركل. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن اللاين سيجمنت اللي بتكونكتس بتوين السنتر اوف ذا سيركل واي بوينت اون ذا سيركل، او اللاين سيجمنتس اللي الاند بوينتس بتاعتها عباره عن السنتر واي بوينت على السيركل. وبنرمز للراديوس بالسمول لتر ار، ولو عندي اكتر من راديوس بنسميهم راديوي، وطبعا كلهم ايه؟ كلهم ايكوال ان لينس. طيب نيجي نشوف نقطه مهمه، ان في اي سيركل انا عندي انفاينايت نمبر اوف ايه؟ راديوي، عندي عدد لا نهائي من الراديوس جوه الايه؟ جوه السيركل. تاني حاجه، لو عندي تو سيركلز جنب بعضيهم هما الاثنين ليهم نفس الار، يبقى التو سيركلز دول ار كونجروانت، يعني متشابهين تماما. طيب نيجي ننتقل لجزئيه بعد كده اللي هي الكورد اوف ذا سيركل. ايه حكايه الكورد؟ الكورد ده اللاين سيجمنت اللي بتكونكتس بتوين اني تو بوينتس اون ذا سيركل، زي الاي والبي. ادي الاي والبي نقطتين اون ذا سيركل، طالما وصلنا ما بينهم يبقى ده كورد. ال A وال C موجودين on the circle، يبقى اللاين سيجمنت AC بنسميها كورد. كذلك ال B وال C الاثنين دول موجودين on the circle، يبقى اللاين سيجمنت BC اسمها كورد.
طيب ايه حكايه الاف اي دي؟ برضو كورد؟ لا مش كورد، عشان البوينت اي doesn't belong للايه، للسيركل. تعالوا مع بعضينا نشوف الدايمتر، طبعا مش غريب علينا هو الدايمتر ده. line segment that connects between any two points on the circle ولكن passing through the center of the circle. ودايما كان يجي لنا السؤال المشهور قوي ان الدايمتر is the longest chord on the circle. يبقى لو ال AB is a chord وال M belongs to the AB يبقى ال AB ممكن نقول عليه diameter. وناخد بالنا ان اي سيركل في الدنيا لها infinite number of diameters زي ما قلنا ان ليها infinite number of radii. لما نيجي نشوف الدايمتر بيتكون من ايه، زي ما انتم شايفين بيتكون من r هنا وr هنا، يبقى اللينس بتاعه 2r، ودايما كنا بنحب نرمز له بالليتر ايه، بالليتر دي. طيب تعالوا نشوف جزئيه ثانيه مش غريبه علينا اللي هي السيركمفرنس والاريا بتاع السيركل. السيركمفرنس كنا بنرمز له بالرمز c، وكان عباره عن 2 باي r، وده كان بيقيس ايه، البوينتس اللي هي اون ذا سيركل ديت. لما اجي احطها جنب بعض كده وافردها واشوف اللينس بتاعها قد ايه، عباره عن 2 باي ار، والباي زي ما انتم عارفين عباره عن 3.14 اور 22 اوفر 7. طيب الباي دي كانت بتمثل ايه؟ يعني ما معنى كلمه باي؟ لما نيجي نشوف اللينس بتاع الاوتر بوينتس دي كلها ونيجي نشوف اللينس بتاع الدايمتر، لو جينا شفنا الريشيو ما بين اللينس ده والدايمتر ده تديني 3.14. يعني هات البوينتس دي كده ونفردها، لو جيت فردتها ورحت جايب الاي بي الدايمتر ده وقعدت تكرره على الاوتر بوينتس دي، هيطلع ان احنا محتاجين 3 لاين سيجمنتس من الدايمتر ده بالاضافه الى 0.14 ايه منه برضه. طيب وبالنسبه للاريا كنا بنجيبها ازاي؟ بنقول ان الاريا عباره عن الباي تايمز الار سكوير. وطبعا الحاجات دي كلها كانت مشهوره جدا بالنسبه لنا ومش اول مره تعدي علينا، وخدناها في اكتر من سنه من السنوات الماضيه. طيب نيجي نشوف اكزامبل 1 كده بيقول لي ايه. بيقول لي عندك مجموعه جيفنز اللي انتم شايفينها كده، عايز الاريا اوف ذا سيركل. طالما بندور عن الاريا يبقى انا لازم ادور على الراديوس. طب ايه الجيفنز اللي عندي؟ انا عندي دي 15. ناخد بالنا قوي في مسائل السيركل لازم هتستعمل القوانين بتاعت الايزوسليس ترينج، لان اي 2 راديوس عندك كده، اي 2 رادياي ده وده، هتلاقي هما الاثنين ايه؟ ايكوال. يعني ممكن نقول ان ترينجل اي ام دي، سنس ان الام دي ايكوال ام اي، ده معناه ان الميجر اوف انجل ام دي اي هتيكوال معانا الميجر اوف انجل MAD equal كام؟ equal 15 degrees. يبقى دي برضو كمان ايه؟ 15. يبقى انا اقدر اجيب الانجل دي كلها. يبقى زين الميجر اوف انجل AMD هتيكوال مع 180 اللي هي الصم بتاع كل الانترنال انجلز على الترينجل ماينس الكام؟ ماينس ال 15 بلس الايه؟ بلس ال 15 اللي هم التو انجلز دول، اللي هي 180 ماينس ال 30 يبقى 158 ديجريز. ده معناه ان الانجل دي كده 150. طب والانجل دي والانجل دي الاثنين المفروض 180، يبقى زين الميجر اوف انجل اي ام سي هتيكوال مع 180 ماينس 150 which is a 30 degrees. يبقى انا قدرت اوصل ان دي كده ايه؟ 30 ديجريز. طب يلا الترينجل اي ام سي لما تكون دي 30 و 60 يبقى السي دي ايه؟ رايت 90. يبقى ان ترينجل اي ام سي الميجر اوف انجل اي سي ام 180 ماينس 60 بلس 30 which is 90 ديجريز. وطالما دي 90 ودي 30 و 60 يبقى الترينجل ده 30 60 ترينجل، يبقى السايد اللي اوبزيت الانجل 30 ايكوال هاف الهايبوتنيوز. يبقى ان ترينجل اي ام سي سينس ان الميجر اوف انجل اي سي ام ايكوال 90 والميجر اوف انجل اي ام سي ايكوال 30 ديجريز،
يبقى then ال MA equal twice AC equal 2 times ال 5 equal كام؟ 10 سنتيمترز. هو طالب ايه؟ عايز الاريا. يبقى زين الاريا equal باي ار سكويرد اللي هي 3.14 times ال 10 times ال 10 اللي هي 314 سنتيمتر سكويرد. نيجي نشوف مسائل التروي. بيقول لي in each of the following figures find the value of the used symbol in measuring where m is the center of the circle. يعني زي الاكس كده والواي. الاكس يقصد بيها الانجل دي. نجيبها ازاي؟ زي ما قلت لكم من شويه في مسائل السيركل بنسبه كبيره بنستعمل قوانين الايزوسلس. يعني انا عندي دي 30، طب فين الايزوسلس تريانجل هنا؟ انا عندي ام اي وام بي الاثنين قد بعض، وطالما الاثنين قد بعض يبقى عندي التو بيز انجلز قد بعض، يبقى دي كده برضو ايه؟ دي 30. يبقى سهل عليا اجيب دي 180 ماينس الصم بتاع دول. يبقى ان تريانجل اي ام بي سنس ان ال ام اي ايكوال ام بي، يبقى زين التو بيز انجلز ار ايكوال، يعني الميجر اوف انجل اللي انا عايزها بقى ام بي اي هت ايكوال الميجر اوف انجل ام اي بي هت ايكوال كام؟ 30 ديجريز. يبقى الميجر اوف انجل اي ام بي زين ميجر اوف انجل اي ام بي هت ايكوال 180 ماينس ال 30 بلس ال 30 اللي هي 180 ماينس 60 which is 120 degrees. يلا اللي بعد كده. زي ما احنا شايفين في الرسم انا عندي ال A D M ده ايزوسلس ترانجل. ال D A ايكوال D M، لما تكون دي 25 يبقى دي برضو 25، يبقى اقدر اجيب دي 130. طالما جبنا دي 130 اقدر اخش هنا، يبقى دي ايه؟ يبقى دي 50. وطالما جبنا دي 50 ده ايزوستس اهو، لان الام دي ايكوال ام سي، يبقى دي 50 ودي انذر 50 يبقى دي 80. يبقى هنقول كده ان تريانجل اي دي ام سنس ان دي اي ايكوال دي ام، يبقى زين الميجر اوف انجل دايما بكتب المجهول الاول دي اي ام هت ايكوال الميجر اوف انجل دي ام اي هتيكوال كام؟ 25 ديجريز. يبقى الميجر اوف انجل اي دي ام ايكوال كام؟ يبقى زين الميجر اوف انجل اي دي ام 180 ماينس 25 بلس 25 اللي هي 180 ماينس ال 50 which is 130 ديجريز. يبقى انا جبت اللي جوه دي كده 130 degrees. طيب يبقى الانجل سي دي ام ايكوال كام؟ يبقى زين الميجر اوف انجل سي دي ام تبقى 180 ماينس 130 which is 50 degrees. يبقى انا دخلت جوه التريانجل سي دي ام. يبقى ان تريانجل سي دي ام سنس ان ال ام دي ايكوال ام سي، يعني ده راديوس وده راديوس، يبقى زين الميجر اوف انجل ام سي دي هت ايكوال الميجر اوف انجل ام دي سي ايكوال كام؟ ايكوال 50 ديجريز. يبقى الميجر اوف انجل دي ام سي زين ميجر اوف انجل DMC equal 180 minus ال 50 plus ال 50 اللي هي 180 minus ال 100 which is 80 degrees. يبقى الـ X عندي 50 والـ Y 80. يبقى زين الـ X equal 50 degrees والـ Y equal 80 degrees. اللي بعد كده هنا عندي الـ Angle دي بـ 25 ودي قد دي وده 10 سنتيمتر. عايز اللينس بتاع السايد اي سي وعايز الانجل دي. دايما تاخدوا بالكم ان اول حاجه تبصوا عليها ان في ايزوسلس تريانجل جوه الايه؟ جوه السيركل. ده هيساعدني في ايه؟ ان لو عندي بيز انجل هعرف الانجل الثانيه. لما نيجي نبص الانجل بتاعتي المعروفه اهي، طب دي موجوده في انهي تريانجل؟ اللي هو اي ام بي. هل ايزوسلس؟ اه، لان انا عندي ده راديوس
وده ايه؟ وده راديوس. يبقى البيز انجل دي هت ايكوال البيز انجل دي، يبقى دي 25، يبقى انا جبت دي اللي 130، يبقى دي 130. طب دي 130 وده برضو ايزوسلس، يعني لان ده قد ده، يبقى اقدر اقسم الباقي من ال 180 على الاثنين دول، تطلع دي 25 ودي 25. طب نجيب ده ازاي؟ انا عندي التو انجلز دول المفروض ان هم كونجروانت، يبقى من الكونجروانس هنستنتج ان السايد ده ايكوال السايد. نبدا ازاي نعرف التراينجل زي ما متعودين؟ يبقى ان تراينجل اي ام بي، سينس ان الام اي ايكوال ام بي، يبقى زين. طبعا انتوا هتكتبوا الخطوات تحت بعضيها، انا بس عشان دي مش هتكفي معايا فبكتب ايه؟ بكتب جنبها كده الميجر اوف انجل ام بي اي هت ايكوال الميجر اوف انجل ام اي بي هت ايكوال كام؟ 25 ديجريز. يبقى نقدر نجيب اي ام بي، يبقى زين الميجر اوف انجل اي ام بي هت ايكوال 180 ماينس 25 بلس 25 اللي هي 180 ماينس ال 50 تدي 130 ديجريز. يبقى زين الميجر اوف انجل اي ام سي ايكوال الميجر اوف انجل اي ام بي ايكوال 130 ديجريز. يمكن نخش بقى على الترانجل الثاني اللي هو انترانجل اي ام سي. سنس ان الام اي ايكوال ام سي، يبقى زين الميجر اوف انجل ام اي سي هت ايكوال الميجر اوف انجل ام سي اي هت ايكوال كام بقى؟ هت ايكوال 180 ماينس دي اللي هي 130 ديفايدد 2 اللي هي 25 ديجريز. يبقى دي 25 ودي 25. يبقى انا قدرت اجيب الانجل ايه؟ الانجل واي. يبقى زين الواي عندي هت ايكوال 25 ديجريز. فاضل نجيب مين؟ نجيب السايد، السايد اللي هو الاي سي. طيب نبص على توتال انجلز الاي ام بي والاي ام سي، الاثنين مالهم؟ عندي سايد كومون والسايد ده ايكوال السايد ده، وعندي الانجلز ديت المفروض ان هم ايكوال وانكلودد بتوين التو سايدز. يبقى ده شرط من شروط الكونجروانس ان التو ترانجلز دول زي بعض بالظبط. يبقى ان تو ترانجلز مين هم؟ اي ام بي والاي ام سي مالهم؟ هنكتب الكونديشنز هنا. سينس ان الاي ام از كومن، ايه تاني؟ الام بي ايكوال ام سي، ايه تاني؟ الميجر of angle AMB equal the measure of angle AMC. تمام؟ دي انهي حالة؟ دي الحالة بتاعت side angle side. يبقى زين هنكمل بقى هنا، زين triangle AMB is congruent to triangle AMC. طبعا هنكتب we deduced from congruence. يبقى زين ال AC هيكوال معايا الـ AB equal 10 سنتيمترز. طيب تعالوا نشوف وضع السيمتري في السيركل. احنا قلنا اللاين اوف سيمتري ده اللاين اللي ممكن تعمل للشكل فولدنج حواليه. يعني نيجي نبص كده على اللاين ده، لو جينا طبقنا السيركل دي، خدنا الجزء ده طبقته على الجزء ده، هيجوا على بعض بالظبط، يبقى ده اسمه لاين اوف سيمتري. طيب ده نفس الكلام، هنلاقي الجزء ده والجزء ده اتقسموا زي بعض بالظبط، ممكن يتطبقوا على بعض. اي لاين من دول هينفع يعمل معايا الحكايه دي، اللي هو يقسم للسيركل لتو ايدنتيكال بارتس. طيب انا عندي بقى كام لاين ممكن يحقق الكلام ده؟ انفاينايت نمبر اوف لاينز. يبقى ما هو عدد النمبر اوف اكسس اوف سيمتري للسيركل؟ عددهم انفاينايت، ولازم اللاين يباسس ثرو الايه؟ السنتر اوف السيركل. طيب تعالوا بقى دلوقتي نشوف مجموعه مهمه جدا من الكرولاريز اللي هتساعدنا كتير في حل المسائل، وانا عامل عليها الستامب بتاع فيري امبورتنت. ليه؟ هتيجي المساله قدامك هتلاقي نفسك فجاه عطلان ومش عارف تحل، اعرف ان المفتاح بتاعها في الايه؟ في الجزئيه دي. يعني دايما تكون مجهز الافكار دي في دماغك وانت بتحل المساله. مجموعه الكرولرز دي عباره عن ايه؟ هنلاقي دايما شرطين موجودين
وبناء على الشرطين دول هنستنتج معلومة، يعني هنا وفي اللي بعديها واللي بعديها هيبقى عندك تو جيفنز، الجيفنز بتوعك دول هتطلع عليهم وتستنتج معلومة إضافية. زي ايه؟ تعال شوف اول واحدة كورولاري 1، مين هم المعلومتين الجيفنز اللي عندي؟ ذا ستريت لاين باسنج ثرو السنتر، ادي اول معلومة باسنج ثرو السنتر اهو. ايه كمان؟ اند ذا ميد بوينت اوف اني كورد، ادي المعلومة الثانية. يعني اي ستريت لاين بيمر بالسنتر وميد بوينت لاي كورد ماله از بيربنديكولار تو ذيس كورد، يبقى دي النتيجة اللي انا هحصل عليها من وجود المعلومتين دول. اوكي، يبقى انا عندي في كورليشن بتوين الثري انفورميشنز دول، يعني في ترابط ما بين الثلاث معلومات ديت، لقيت اتنين يبقى التالتة موجودة. يهمني بقى نعرف هنكتب ازاي البروف بتاع الحتة دي. لازم اقول ان السي ميد بوينت، سنس ان السي ميد بوينت، واحنا عارفين كده كده ان الام ده السنتر اوف السيركل، يبقى على طول زان ام سي بيربنديكولار اي بي. اوكي، لان طبيعي الاي بي از اكورد، يبقى احنا في الاثبات بتاعنا هنقول سنس ان السي ميد بوينت زان ام سي بيربنديكولار مين على الاي بي. طيب نيجي نشوف الكرولر الثانيه. زي ما قلنا في عندي كورليشن بتوين الثلاث معلومات وبعضيهم، هيديك اثنين تستنتج انت الثالثه. مين هنا الاثنين اللي عندي؟ الستريت لاين باسنج ثرو السنتر، ادي اول معلومه بيباص ثرو الام ماله، اند بيربنديكولار تو اني كورد، ادي الثانيه باص ثرو السنتر وبيربنديكولار، هيعمل ايه ده؟ هاي بايسكت الكورد، يبقى ماله بايسكتس ذيس كورد، يبقى دي الايه؟ دي النتيجه اللي وصلت لها. ايه اللي حصل؟ بدل بس اماكنهم مع بعض. يعني سنس ان الام سي بيربنديكولار اوفر الكورد اي بي، يبقى زين على طول السي ميد بوينت، يعني الاي سي ايكوال بي سي. طيب هنكتب الكلام ده في البروف ازاي؟ سنس ان الام سي بيربنديكولار على الاي بي والسي بت بيلونجست للاي بي، ممكن ما نكتبهاش، بس هو بيفترض هنا ان السي نقطه بره مش على الايه، مش على ده، فهو بيقول لك بيوضح اكتر ان السي موجوده على ده، لكن طبعا في الرسمه بتاعتنا هنكتفي بام سي بيربنديكولار اي بي، هنكتفي بدي. يبقى زين السي ميد بوينت، او ممكن نقول الاي سي ايكوال بي سي. طيب دلوقتي احنا ممكن نتوقع كورولاري 3 متكونه من ايه؟ هيديني البربنديكولاريتي وان ده بيبايسكت، يبقى زين لازم الستريت لاين يباص بالسنتر اهو. البربنديكولار بايسكتور دي كده لوحدها معلومتين، البربنديكولار وبايسكتور معلومتين مع بعض. تو اني كورد، لاي كورد للسيركل لازم لازم يباص ثرو السنتر. يعني اللاين ال ده لو بيربنديكولار على الكورد وبيبايسكت الكورد، يبقى لازم يباص ثرو الايه؟ يباص ثرو السنتر. تمام، يبقى نطلع من ثلاث نتائج دول بايه؟ عندي كورليشن او ترابط ما بين ثلاث معلومات، لو لقيت اثنين الثالثه لازم تكون موجوده، اللي هم ايه الثلاث معلومات؟ ستريت لاين بيمر بالسنتر وبيبايسكت الكورد وبربنديكولار تو ايت. طيب الحاله دي في البروف هنقول ايه؟ هنقول سنس ان الام ميد بوينت والام بي سي بربنديكولار اي بي، زين الام از ذا سنتر اوف ذا سيركل. معنى كده ان الاكسس اوف سيمتري لاي كورد لازم هيباص ثرو السنتر، وطالما هيباص ثرو السنتر يبقى برضه هيبقى اكسس اوف سيمتري للسيركل نفسها. تعالوا نشوف اكزامبل 2 ونشوف المسائل دي هتجيلنا ازاي. السيركل دي زي ما انتم شايفين مديني الاي سي ايكوال بي سي، ومديني الانجل اللي عامل عليها الارك دي ب 63. المطلوب ام اي بي، عايز الميجر اوف انجل ام اي بي. طيب اجيب دي ازاي؟ اولا دي 63، طب هل دي بيربنديكولار؟ احنا لسه واخدين دلوقتي ان انا لو عندي لاين سيجمنت باص ثرو السنتر اهي وبتبايسكت الكورد، يبقى لازم تكون بيربنديكولار تو ايه؟ تو ات. يبقى نبدا المساله ازاي؟ نقول كده سينس ان السي از ا ميد بوينت اوف الاي بي لاين سيجمنت، او ممكن نقول ايه كمان؟ ممكن نقول هنا اور، ابدا بكده اقول سينس ان الاي سي ايكوال
بي سي. الاثنين دول شغالين، يا هبدأ دي شغالة معايا ودي كمان ايه شغالة معايا، على طول استنتج يبقى زين الام سي بيربنديكولار مين على الاي بي، يبقى زين الميجر اوف انجل بي سي ام ايكوال كام 90 ديجريز. يبقى دي كده ايه 90 ديجريز. اجيب دي ازاي؟ طب انا ممكن اجيب دي وانا عارف ان هو ايزوسلس ده قد ده، يبقى الانجل دي هي الانجل دي. يبقى ان تريانجل بي سي ام الميجر اوف انجل ام بي سي هت ايكوالز معانا 180 ماينس ال 90 بلس ال 63 اللي هي 180 ماينس 153 اللي هي 27 ديجريز. يبقى انا عرفت ان دي 27، يبقى لازم دي تكون 27. نقولها ازاي؟ ان ترينجل الكبير اللي بره بقى اي ام بي، ده ماله ده ايزوسلس، يعني ايه؟ يعني سنس ان الام اي ايكوال ام بي، يبقى زين الميجر اوف انجل ام اي سي اللي انا عايزها هي ايكوالز معانا الميجر اوف انجل ام بي سي هي ايكوالز معانا 27 ديجريز. نيجي نشوف اللي بعد كده، بيقول لي الاي بي از اكورد في سيركل ام، والام دي الراديوس بتاعها 5 سنتيمتر. بيقول لي الام سي بيربنديكولار اوفر الاي بي. اول ما تشوفوا اللقطه دي تفتكروا على طول الكرولرز اللي عندنا، اوكي؟ يعني طالما ده بيربنديكولار يبقى لازم بيبايسكت، لان هو جاي لي من الايه من السنتر بتاع السيركل. عايز اللينس اوف الاي بي، طبعا سهل قوي. تراينجل ده از فيموس تراينجل اللي هو 345، هنقول كده ان تريانجل اي سي ام سينس ان الميجر اوف انجل سي ايكوال 90 ديجريز، يبقى زين الاي سي سكويرد ايكوال اي ام سكويرد ماينس ام سي سكويرد اللي هي عندي 25 ماينس كام ماينس 9 which is 16، يبقى زين ال AC equal root 16 which is 4 centimeters. يبقى انا عرفت ان ده كده ايه 4 centimeters. طيب ازاي بقى اثبت ان ده قد ده؟ هقول كده since ان ال MC perpendicular على مين؟ على ال AB، والcondition ده is enough ان انا اقول then ال AC equal ال CB، يبقى زين ال CB equal 4 centimeters، يبقى زين ال AB equal 4 plus 4 which is 8 centimeters. Example 4 بيقول لي ال AB وال AC two chords of the circle M، وبيقول لي ان الميجر اوف انجل A 56، بيقول لي D و E are midpoints. لمين؟ للـ AB والـ AC. أول ما أشوف اللقطة دي يجي في دماغي إيه؟ إن دي على طول رايت ودي على طول إيه؟ برضو رايت، لأن قلنا في عندي ثلاث معلومات correlated، لقيت اثنين يبقى التالتة exist. أوكي؟ يقول لي عايز الميجر أوف الأنجل إيه؟ الأنجل دي. سهلة طبعًا، لأن الـ ADME ده quadrilateral، وإحنا عارفين إن الـ sum of internal angles للـ quadrilateral 360. عندي ثلاثة أقدر أجيب الرابعة. نبدأ المسألة ازاي؟ هنقول كده since ان D is midpoint of AB، ده معناه ايه؟ ده معناه then الميجر اوف انجل اللي انا عايزها بقى ADM ADM equal 90 degrees. ايه كمان؟ وsince ان ال E is midpoint of AC يبقى زين الميجر اوف انجل AEM equal كام 90 degrees. نكمل البروف ازاي؟ نقول كده since ان ال ADME is a quadrilateral
يبقى زين الميجر اوف انجل اي بلس الميجر اوف انجل دي بلس الميجر اوف انجل ام بلس الميجر اوف انجل اي ايكوال 360 ديجريز. يبقى زين اللي انا بدور عليها بقى الميجر اوف انجل دي ام اي هات ايكوال 360 ماينس اوبن براكت 56 بلس ال 90 بلس ال 90 اللي هي 360 ماينس هنا هيبقى 6 هنا 18 بلس ال 523 يبقى هنا ايه المنظر ده كده which is 10 minus 6 equal 4 عندي 5 minus 3 is 2 وعندي 3 minus 2 is ايه is 1 degrees. نيجي اللي بعديها في الاوبزيت فيجر بيقول لي البي سي دايمتر وبيقول لي الاي بي كورد. طالما شفنا الوضع ده يبقى على طول انا عارف ان الاي دي ايكوال دي بي يعني دي هتبقى ميد بوينت. اوكي طيب بيقول لي ايه تاني الميجر اوف انجل سي 40 وبيقول لي ان ده 8 اللي طالبه عايز الميجر اوف انجل دي ام بي دي ام بي عايز ديت عايز ايه كمان عايز اللينس اوف ام بي وعايز اللينس بتاع ده. طيب لما نيجي نحل المساله دي لازم اشوف السيناريو اللي هشتغل عليه يعني انا لو قلت مثلا ان دي ميد بوينت طب وبعدين يعني ازاي هقدر اوصل للانجل دي الانجل دي الطبيعي ان من المنظر بتاعها كده اولا ما فيش اي انجل زي ما اعرف اجيبها يعني خلاص عرفت ان دي كده 90 طب اجيب دي ازاي عشان اجيب دي طب ده لو ايزوسلس هنقسم ال90 المتبقيه على الاثنين دول طب قصتها نمشي فيها ازاي طب احنا ملاحظين كده ان ممكن دي ودي الاثنين كورسبوندنج طب امتى يكونوا كورسبوندنج لما يكون ده بارلل ده طب هل انا اقدر اثبت ان ده بارلل ده ازاي ده بارلل ده هتجيبها ازاي دي ناخد بالنا بقى نرجع لبريب 2 وكان في عندي درس مهم قوي كنت انا قايل في العنوان بتاعه if you have to you can get to هنا في الشكل بتاع التراينجل ده انا عندي 4 جيفنز والمفروض ان هم كلهم كورليتد يعني لو في 2 يبقى هنلاقي الاثنين التانيين اللي هم ايه بصوا معايا على التراينجل ده A B C ملاحظين في ايه الام ميد بوينت ليه ميد بوينت بيقول لي دايامتر يعني دي كده ايكوال ايه دي كده ايه كمان الدي انا عارف ان هي ميد بوينت من الكورولاري اللي عندي يعني ده كده ايكوال ده كده يبقى الام دي از لاين سيجمنت كونكتس بتوين تو ميد بوينتس هيبقى ايه وضعها هيبقى الام دي از بارلل تو البيز اند ايكوال هاف البيز اوكي وطالما ده بارلل ده وده ترانسفيرسال يبقى الانجل دي ايكوال الانجل دي طيب نكتب البروف يلا مع بعض هنقول سينس ان الام دي بيربنديكولار اوفر الاي بي ده بيربنديكولار اوفر ده يبقى زين الدي is a midpoint of the AB. اوكي خلاص وانا عارف ان الام برضو midpoint عشان diameter. يبقى نقول in triangle ABC since ان D is a midpoint of AB دي اول حاجه الحاجه الثانيه والام از ا ميد بوينت of CB طالما ثبتت الاثنين دول يبقى هقول زين هقول حاجتين الام دي بارلل لمين للاي سي ايه كمان الام دي equal half الاي سي اللي هي half times ال 8 which is 4 سنتيمتر يبقى انا جبت الايه الريكوايرد التاني طيب ناقص بقى نجيب الانجل دي نجيبها ازاي since ان الام دي is parallel to الاي سي and لازم احدد ترانسفيرسال السي ام is a transversal يبقى زين الميجر اوف انجل دي ام بي بتيكوال معانا الميجر اوف انجل اي سي بي
equal كام؟ equal 40 degrees. ليه؟ هما الاثنين corresponding angles. تمام؟ مسألة جميلة جدا وحلوة وفيها طبعا فكرة من الماضي. الفكرة دي طالما قلناها دلوقتي ابتدوا انتوا بقى ايه حضروها في دماغكم عشان ممكن نحتاجها بعد كده في ايه؟ في مسائل تانية. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تمام، مع بعضينا نشوف الاكسرسايز اللي على ليسون 1. أول حاجة بيقول لي كومبليت A is a line segment with one end point at the center of the circle and the other end point on the circle. Line segment بتكونكتس between a center ونقطة على السيركل، يبقى إيه؟ يبقى الراديوس. اللي بعديها the line segment whose end points are any two points on the circle and not passing through center is called A. الكورد. اللي بعديها the straight line passing through the center of a circle and the midpoint. ناخد بالنا من كلمة midpoint دي of any chord of it is a. ده عبارة عن ايه؟ ده perpendicular bisector. يبقى is the perpendicular bisector to this chord is the perpendicular bisector of this chord. اللي بعديها the straight line passing through center، ادي اول معلومة، and perpendicular to any chord of it بيعمل ايه للكورد؟ bisects this chord. يلا اللي بعد كده the straight line which is perpendicular، ادي اول معلومة، to any chord of the circle from its midpoint passes through a the center of the circle. يلا اللي بعد كده the product of the approximating ratio by the length of the diameter of a circle equals a equals the circumference of this circle. نيجي نشوف اللي تشوز الدايمتر از A باسنج ثرو ذا سنتر اوف ذا سيركل. طبعا دي احنا حافظينها من ايام ما كنا في برايمري 5. الدايمتر از ا كورد باسنج ثرو ذا سنتر اوف ذا سيركل. اللي بعد كده بيقول لي ذا لونجست كورد ان ذا سيركل از كولد ايه؟ طبعا محفوظه اللي هو الدايمتر. طيب الاكسس اوف سيمتري بتاع السيركل الدايمتر ولا الكورد؟ ولا الستريت لاين باسنج ثرو السنتر ولا التانجنت؟ لا طبعا الستريت لاين باسنج ثرو السنتر، وقلنا ان انا عندي انفاينايت نمبر اوف ذم. هنا ذا نمبر اوف سيمتري اكسس اوف ا سيركل از ايه؟ لسه قايلينها انفاينايت. طيب النمبر اوف سيمتري اكسس اوف ا سيمي سيركل، السيمي سيركل نص الدايره عامله كده ليها كام اكسس اوف سيمتري؟ لو هنا السنتر ام وجينا عملنا كده، هل اللاين ده يقسمها اتنين؟ لا طبعا. امال مين هو اللاين ده الوحيد اللي يعمل لها فولدنج؟ جاست 1 اللي هيمر بايه من المنظر ده، يبقى انا عندي جاست 1. اللي بعد كده بيقول لي اللينث اوف ذا لونجست كورد ان ذا سيركل از 12، بمعنى اخر الدايمتر عندك از 12. زين السيركمفرنس اوف السيركل ايكوال ايه؟ هو السي عندي ايكوال ايه؟ ايكوال 2 باي ار اللي هو باي دي، يبقى انا عندي 12 باي. اللي بعد كده بيقول لي the radius length of a circle whose area is 25 by centimeter squared is what. المسائل اللي زي دي لما بيديك given area or given circumference بنعمل ايه؟ اشوف القانون بتاع الاريا. القانون كان اسمه ايه؟ الاريا عندي كانت بتيكوال باي ار squared، اساوي القانون بالفاليو اللي هو مدهاني 25 ايه باي. الباي عندي هتروح مع مين؟ مع الباي. يبقى الار عندي هتيكوال بوزيتيف نيجاتيف رود 25 اللي هي بوزيتيف نيجاتيف 5، وطبعا هنريجكت النيجاتيف 5، يبقى الانسر عندي 5 سنتيمتر، يبقى 5. يلا اللي بعد كده السيركمفرنس اوف السيركل كذا، يبقى اللينس بتاع الدايمتر ايه؟ هو بيقول لي ايه السيركمفرنس بتاع السيركل؟
القانون بتاعه ايه؟ 2 باي ار ايكوال كام اللي هو مديهوني؟ ايكوال 8 باي. الباي تروح مع الباي، ده يديني 1، ده يديني ايه؟ ده يديني 4. يبقى انا عندي الراديوس عندي ايكوال كام؟ ايكوال 4 سنتيمترز. عايز الدايمتر يبقى عندي 8. يلا اللي بعد كده. الراديوس لينس اوف ا سيركل هوز سنتر از ذا اوريجين اند باسس ثرو البوينت نيجاتيف 3 و 4 ايكوالز كام لينس يونتس. طبعا المسائل دي مشهوره قوي. ادي عندي الاوريجين ام وعندي بوينت نيجاتيف 3 و 4، يعني مثلا اقول هنا كده. هو عايز مين؟ عايز الراديوس عندي بايكوال ايه اللي هو ده كده. طيب دي كام؟ دي المفروض 4 ودي كام؟ نيجاتيف 3 يعني 3 يونتس. انا عندي الفيموس ترينجل 3 4 5، يبقى الراديوس عندي از ايه؟ از 5. اللي بعد كده الاي بي دايمتر ان ا سيركل هوز سنتر از اوريجين هوير البوينت ايه عندي 2 و 0. يبقى البي فين؟ البي ايكوال ايه؟ نعملها كده اهي، نفترض ان هي كده مثلا، ده دايمتر وادي الاوريجين عندي اهو، الاي عندي 2 و 0 تبقى هنا كده. دي لما تكون ايه ودي الام هنا 2 يونتس لينس، يبقى لازم البي تكون فين؟ ناخد هنا كمان 2 تبقى هنا كده، اللي هي تبقى كام؟ تبقى نيجاتيف 2 و 0 اللي هي سي. اللي بعد كده a chord of length 8 is drawn in a circle of diameter length 10 then its distance from the center is a. يبقى الكورد ده from the center الديستنس بتاعته قد ايه؟ دي شكلها عامل ازاي؟ عامله كده. ادي كده هنفترض ان ده كده ال 10 ومن هنا كده الايه؟ ال 8. ده كده 8. لو انا خدت ده بيربنديكولار كده، احنا عايزين بيربنديكولار ديستانس. البيربنديكولار ديستانس لازم هتعمل ايه؟ هتعمل ده قد ده، يعني ده كده 4 وده كده 4، وده لما يكون تاني يبقى ده 5 وده 5، ولو وصلنا ده كده يبقى ده ايه؟ يبقى ده 5. يبقى لما يكون ده 5 وده 4 يبقى اكيد دي 3. يبقى الديستانس بتاعت الكورد فروم السنتر از ايه؟ از 3. نيجي نحل مع بعضينا المسائل اللي في اكسرسايز 3. هنحلها مع بعضينا كده من غير ايه؟ من غير ما نكتب البروف. هنا عايز الـ value of x. انا عندي الترينجل ده المفروض ان هو ايزوسلس، يعني ده كده قد ده كده، يبقى دي لما تكون 40 يبقى دي ايه؟ يبقى دي انصر 40. طب كله 180 minus 40 plus 40 يبقى 180 minus 80 يبقى الاكس ب 100 degrees. هنا عايز الانجل دي 220، المفروض ان كل ده ريفلكس، يعني الانجل دي ايكوال ايه؟ 360 minus 220 اللي هي عندي كام؟ 140. دي كلها 140، يبقى الاثنين دول كام؟ 180 minus 140 اللي هم كام؟ اللي هم 40. نصهم يروح هنا ونصهم يروح هنا، يبقى الواي بكام؟ ب 20. يلا نشوف هنا الانجل اللي عامل عليها السهم دي اللي رسمها لي بالارك 27، يبقى دي زيها كام؟ 27. يبقى هم الاثنين كام؟ 54. يبقى اللي باقيه دي هنا كام؟ المفروض دي كده تبقى 180 minus 54 اللي هي تبقى كام؟ 10 minus 4 يديني 6، 7 minus 5 يديني 2، 126. دي كده 126. المفروض ان دي اكسترنال، اكسترنال انجل، يعني هت ايكوال الصم بتاع الاثنين دول، يعني دي كده الاكس عندي ب 54. طيب دي لما تكون 54 انا عندي ده هو هو ده، ده radius وده another radius. يبقى دي لما تكون 54 يبقى دي كده 54، يبقى الواي بكام؟ يبقى 180 minus 54 plus ال 54 اللي هي 180 minus 108 اللي هي 72. يلا اللي بعديها. كنا حالين واحده شبهها كده فين؟ في الدرس نفسه. عايز مين؟ عايز الاكس بكام سنتيمتر؟ طيب ناخد بالنا، اولا ده كومن، السايد ده كومن، وده قد ده الاثنين راديوس، والانجل دي قد الانجل دي، يبقى انا طبقت شرط من شروط الكونجروانس اللي هو سايد انجل سايد. ده يفيدني في ايه؟ ان السايد ده قد السايد ده، يعني الاكس ده ب 10 سنتيمترز. طب عايزين الواي، دي لما تكون 35 ناخد بالنا ان ده برضو راديوس، يعني دي 35 ودي 35. طيب الترينجل ده كونجروانت الترينجل ده، يبقى الواي برضو بكام؟ ب 35. نيجي نشوف هنا دي 50، يبقى دي برضك 50 لان ده راديوس وده راديوس، يبقى ايزوسلس. طيب 50 و 50 100 يبقى دي 80.
طيب عايز الانجل واي، بيقول لي ده زي ده، ده قد ده. طب لما يكون ده قد ده وده راديوس يبقى ده برضه راديوس وده راديوس، يبقى انا عندي الحاله دي اللي هي ايه؟ سايد سايد سايد، كلهم زي بعض. يبقى اكيد الانجل دي زي مين؟ زي الانجل دي. يبقى دي كام؟ يبقى دي المفروض تبقى 50. يلا نشوف هنا، عايز الانجل اكس وعايز الانجل اللي هي واي، بيقول لي دي 50 ودي هنا 20. طب ناخد بالنا ان ده كده اهو الايزوستلس اهو. احنا قلنا اي مسائل للسيركل دور على الايزوستلس فين اللي فيه 2 راديوس. ليه؟ ده هيساعدك ان انت تكتشف انجل ثانيه. يعني احنا عارفين دي 20، يبقى الاكس دي اللي بيشاور عليها برضو 20. اوكي، طب احنا عايزين بقى دي. طب دي لما تكون 20 يبقى كل دي كام؟ 70. 70 وعندي 20 فوق يبقى 90، يبقى اكيد دي كام؟ 90. يلا اللي بعد كده بيقول لي كومبليت الميجر اوف انجل ام اي سي. ام اي سي طبعا واضح جدا ان انا عندي لاين سيجمنت جايه لي من السنتر بتاع السيركل وراح على الميد بوينت للكورد اي بي، يبقى على طول دي بيربنديكولار. يبقى الانجل دي 50 ودي 90، يبقى اكيد دي كام؟ دي 40. يبقى دي كده 40 ديجريز. نيجي هنا شفنا واحده اختها في الايه، في الشرح بتاع الدرس، واضح طبعا دي هتبقى رايت، دي كده رايت ودي كده رايت. اوكي، يبقى الشكل اي دي ام اي كوادريلاترال، يبقى كل الانجلز اللي جوه 360 طلع منهم 180. يبقى انا عندي دي ودي 180، يبقى دي كام؟ 120. يلا هنا بيقول لي الاي بي كله 8. طب ده لما يكون كله 8 وانا شايف جاي لي من السنتر رايح بيربنديكولار يبقى عمل ايه؟ يبقى اكيد قسمها لي، يبقى اكيد دي 4 ودي ايه؟ ودي 4. عايز الام بي الفيموس ترينجل 3 4 5 بالفيثاغورس، يبقى دي كده 5 سنتيمتر. اللي بعديها عايز اي بي كل ده. طيب الفيموس ترينجل عندي 6 8 10، جت ازاي؟ السايد ده عباره عن اللي هو الاي اكس سكويرد، عباره عن ال 10 سكويرد ماينس مين؟ ال 6 سكويرد اللي هي 100 ماينس اللي هي 64. نيجي ناخد الروت لل 64 يطلع لي 8. فزي ما عندي الفيموس ترينجل 3 4 5 عندي فيموس ترينجل 6 8 اند 10. طيب دي كده 8، يبقى الاي بي كله كام؟ انا شايف نازل بربنديكولار، يعني دي زي دي، يبقى 8 و 8 16. يلا اللي بعد كده 30 و 90 هو عايز ايه؟ هو الاي بي عندي كله 10، بيقول لي السي دي بكام؟ السي دي اللي هو كل ده. طب انا عشان اجيب السي ده كله لازم اجيب الراديوس. اجيب الراديوس ده ازاي؟ عندي ده نازل بربنديكولار يبقى هيخلي ده قد ايه؟ قد ده. يبقى الاي دي هيكوال كام؟ هيكوال 5 سنتيمترز، نص الاي بي. طيب والسايد اللي قدام الانجل 30 هاف الهايبوتنيوز، يبقى الام اي كله بكام؟ ب 10 سنتيمترز، يبقى الديامتر كله 20 سنتيمترز. نيجي نشوف هنا المسألة دي جميلة جدا، المسألة دي مهمة، المسألة دي كده أنا بعتبرها من المسائل المهمة. حلينا عليها آخر اكسرسايز في الشرح. لما تلاقي المنظر ده أنا عندي الإم نازل بربنديكولار يعني الدي ميد بوينت، وناخد بالنا إن الإم برضو ميد بوينت للإي سي. يبقى دي الشغل بتاع بريب 2. اللاين سيجمنت دي بتكونكتس بتوين التو ميد بوينتس اللي هم دي وإم. يبقى معنى كده إن السايد ده كده بارلل لمين؟ ده وايكوال هاف ده. وده لما يكون بارلل ده يبقى المفروض الانجل دي ايكوال الانجل دي الاثنين كورسبوندنج. يبقى ال 2 اكس بكام؟ ب 90. ال 2 اكس ايكوال كام؟ 90. يعني الاكس ايكوال كام؟ 45 ديجريز. نيجي نشوف البروبلم اللي بعد كده. عندي دي جايه من السنتر بيربنديكولار، يبقى اكيد ده قد ايه؟ قد ده. 5 و 13 في عندي انذر فيموس ترينجل اللي هو 5 12 13. يعني السي اي ده بيكوال ايه؟ السي اي عندي المفروض ان هو هيكوال 13 سكويرد. طبعا السي اي سكويرد هيبقى ماينس ال 5 سكويرد اللي هي 169 ماينس ال 25 اللي هي 144. الروت بتاعها يديني كام؟ يديني 12. يبقى دي 12 ودي 12. هو عايز الاي بي كلها، يبقى الاي بي كلها ب 24. عايز مين؟ عايز السي دي. ناخد بالنا ان الام دي كلها راديوس وايكوال 13. طيب دي حته منها ب 5 فدي بكام؟ يبقى دي ب 7. نيجي نشوف الرسمه دي، عندي دي هنا رايت وعندي دي قد دي، مش
عشان ده راديوس وده راديوس. طالب ايه؟ عايز الميجر اوف انجل ايه؟ يبقى ال 90 المتبقيه هتتقسم هنا وهنا، يبقى دي كده 45 ودي كده ايه؟ 45. اوكي يبقى دي كده 45 ديجريز. عايز ايه تاني؟ عايز الام ايه؟ السايد ده بكام؟ ناخد بالنا ده يعتبر هايبوتنيوس في التراينجل ده، يعني المفروض ان التين سكويرد هيقيكوال معايا ايه؟ الام ايه سكويرد بلس الام بي سكويرد، وانا عندي الام ايه قد الام بي، يعني التين سكويرد اللي هي ال 100 هتقيكوال معايا توايس الام ايه سكويرد. نودي ال 2 هنا تبقى 50، يعني الام ايه سكويرد ايكوال كام؟ ايكوال 50، يعني الام ايه بس ايكوال روت ال 50 طبعا اللي هي 5 روت الايه؟ ال 2، لان ال 50 عباره عن 25 تايمز 2 وال 25 بيرفكت هيطلع لي بره ب 5، يبقى هنا دي 5 روت ال 2. نيجي نبص على المساله دي، بيقول لي الاكس واي اللي هي الحته دي كده ب 7 اوكي، وطبعا واضح ان الام واي بيربنديكولار، يعني دي قد ايه؟ قد دي. عايز الاريا بتاعت السيركل، عايز الاريا، يبقى انا على طول لازم اجيب مين؟ الار. الار عندي هنا موجود فين؟ فين الار عندي هنا؟ فين الراديوس؟ مفيش غير الام ايه، يعني الار عندي هو الام ايه. يبقى لو جبت طول الام ايه يبقى انا كده خلاص حليت المساله. طب دي جبت طول الام ازاي؟ نيجي نبص كده، الله ده هتيجي ازاي؟ ما عندكش اي وسيله تجيب بيها الايه؟ الام ايه، لان ال7 دي ايه اللي يربطها بالاثنين دول؟ هل هو مديك مثلا الانجل دي اللي مثلا 45 و45 وده ايزوسلس؟ لا مش مديها لك. امال ايه بقى اللي نستعمله في المساله دي؟ ناخد بالنا المساله دي مهمه. انا دايما بعتبر المسائل اللي بتتعلق باجزاء من الماضي مهمه، لانك لو ما عرفتش الجزء اللي هي معتمده عليه راحت منك المساله. دي معتمده على الدرس بتاع الميديان، هو ده لما يبقى بيربنديكولار يبقى لازم دي تكون ايه؟ رايت انجل، صح ولا لا؟ ودي لما تكون رايت عندك لاين سيجمنت خارجه من الرايت راحه للميد بوينت بتاع مين؟ الهايبوتنيوز. يبقى الواي اكس ده عباره عن ايه؟ عباره عن ميديان. واحنا كنا واخدين ان الميديان اللي بيخرج من الرايت انجل بيكوال هاف الهايبوتنيوز، يعني ده نص مين؟ نص ده. ده معناه كده ان الام ايه ايكوال كام؟ ايكوال 14 سنتيمتر. يبقى الاريا عندي ايكوال كام؟ ايكوال باي ار سكويرد، الباي عندي ب 22 ديفايدد 7 هيبقى تايمز 14 تايمز ايه؟ 14، ده يديني 1 ده يديني 2 هيبقى 44 تايمز ال 14 هيطلع 616 سنتيمتر سكويرد. نيجي نشوف اكسرسايز 5، each of the following figures represents a quarter of a circle. هو قال لك ده quarter of a circle complete. نيجي نشوف اول واحده، طالب الميجر اوف انجل بي سي دي. بي سي دي اللي هي دي كلها. طيب نجيبها ازاي دي؟ انا كل اللي عندي دي وعندي دي، لو عرفت دي خلاص يبقى 360 ماينس المجموعه دي باعتبار ان ده كوادريلاترال. لكن هو مديني معلومه غريبه قوي، مديني ان السايد ده قد السايد ده. طب الكلام ده ما يغرينيش ان انا اعمل كونستراكشن؟ في كونستراكشن مغري جدا اللي هو ايه؟ اللي هو ده. نعمل ده كده. طب ده هيفيدني في ايه؟ لما يكون ده عندي راديوس يبقى ده برضه راديوس عشان جاي من ايه؟ من السنتر رايح لايه؟ لبوينت اون ذا سيركل. يبقى ده برضك ايه؟ زيهم. طب وايه المشكله لما يبقى ده زيهم؟ هل ده هيفيدني بحاجه؟ اه يفيدك طبعا، ده انت كده بقى عندك ايكولاترال، يعني انت عرفت ان دي كده 60 ودي كده 60 ودي كده ايه؟ ودي كده 60، ودي لما اكون عندك رايت ودي 60 يبقى دي كده ايه؟ 30، ودي كده عندي 90 يبقى دي الايه؟ ال 60، يبقى 60 و 60 اول 100 اند ايه؟ اند 2. نيجي اللي بعديها، هو هنا طالب ايه؟ طالب الاي سي. عشان اجيب الاي سي لازم اعرف الراديوس كله. طب اجيب الراديوس كله ازاي؟ لازم اعمل كونستراكشن زي اللي فات بالظبط، اعمل كده. هيفيدني في ايه ده؟ لا انا عندي هنا 9 عندي هنا 12 يبقى اقدر اجيب مين؟ السايد ده. السايد ده بفيثاغورس هيكوال ايه؟ يبقى انا عندي الام دي سكويرد هيكوال 12 سكويرد بلس 9 سكويرد اللي هي 144 بلس ال 81 which is 4 بلس 1 يديني 5، عندي هنا 12 2 and we have 1 225. يبقى انا عندي الام دي هيبقى عندي روت 225 which is ال 15 سنتيمتر، يبقى ده كده 15. يبقى برضه ممكن نحفظ الفيموس تراينجل ده 9 12
15 عشان بس ايه يسرع معايا الكالكوليشنز. يبقى انا لما اجيب ده 15 استفدت ايه؟ استفدت ان انا عرفت ان الام سي كلها ب 15، نشيل منها ال 9 يبقى الاي سي ايكوال كام؟ 6 سنتيمتر. يلا اللي بعديها، عايز الايه؟ عايز الاريا اوف الايه اوف الريكتانجل. عشان اجيب الاريا بتاعت الريكتانجل محتاج اجيب الاي دي او الاي ام، لان الاريا ايكوال اللينث تايمز الويدز. طب انا ايه اللي عندي؟ هل عندي الراديوس؟ هل الام اي دي كلها عندي؟ نبص كويس، عندي. ازاي دي الايه ده اجيبها ازاي؟ دي ما اجيبها من فوق من هنا، دي لما تكون 5 يبقى ده برضو ايه 5 سنتيمتر. طب ده هيفيدني في ايه برضو؟ هيفيدني ان انا لو عملت الكونستراكشن ده كده اصبح ده الهايبوتنيوز عندي في التراينجل ده، انا عارف اللينس بتاعه، لان 8 و 5 عباره عن 13 يبقى ده كام؟ يبقى ده 13. واحنا قلنا عندنا فيماس تراينجل 5 12 13، يبقى ده كام؟ يبقى ده 12. يبقى الاريا عندي ايكوال كام؟ هتيكوال اللينس تايمز الويدز اللي هي 12 تايمز ال 5 اللي هي 60 سنتيمتر سكوير. بروبلم 6 بيقول لي في الاوبزيت فيجر الاي بي كورد مديني الانجل دي 25 والانجل دي 40، يقول لي بروف ان السي ميد بوينت. عشان ابروف ان السي ميد بوينت لازم ابروف ان الانجل دي 90، علشان هقول ان سنس ان دي 90 وجايه لي من السنتر يبقى السي ميد بوينت. طيب نسبه دي 90 ازاي؟ كنا حالين زي دي بالظبط واحده من شويه. زي ما اتفقنا في مسائل السيركل دور على الايزوستس، وبالذات لما تلاقي جيفن انجلز كتيره كده. الايزوستس عندي موجود فين؟ عندي السايد ده ايكوال السايد ده، يبقى ممكن اقول ان الانجل دي زي الانجل دي بالظبط. طب طالما جبت دي يبقى 25 و40 تبقى 60 ايه 65 بلس 25 90، يبقى في التراينجل ده يبقى دي برضو ايه 90. وسنس ان الام سي بيربنديكولار على الكورد اي بي يبقى السي ميد. نبدا المساله ازاي؟ هنقول كده ان تراينجل اي ام دي، ان تراينجل اي ام دي ماله؟ سينس ام دي ايكوال كام؟ ايكوال اي ام. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الميجر اوف انجل ام اي دي هتيكوال معانا الميجر اوف الانجل اي دي ام ايكوال كام؟ 25 ديجريز. طيب يبقى انا كده عرفت دي 25، يبقى زين الميجر اوف انجل دي اي سي هتيكوال معايا 25 بلس ال 40 which is 65 ديجريز. جميل، نتكلم بقى في التراينجل اي سي دي. يبقى ان تراينجل اي دي سي الميجر اوف انجل سي ايكوال كام؟ الميجر اوف انجل سي ايكوال 180 ماينس ال 65 بلس ال 25، دي كلها مع دي كلها، يعني 180 ماينس ال 90 which is 90 degrees. يبقى ده معناه ان الام سي بيربنديكولار اوفر الاي بي، يبقى زين الام سي بيربنديكولار اوفر الاي بي. نبدا نقول بقى سينس ان الام سي بيربنديكولار اي بي، يبقى زين السي از ا ميد بوينت اوف الاي بي. نيجي اللي بعديها، مديني مجموعه الجيفنز دي، عايز الانجل دي ام اكس دي ام اكس وعايز اللينس اوف دي اي. شفنا برضك زيها، انا عندي دي رايت يبقى دي كده ايه؟ يبقى دي كده رايت. ناخد بالنا ده رايح لميد بوينت يبقى اكيد دي رايت، وده كوادريلاتر يبقى انا جبت الانجل دي. يلا نكتب المجموعه دي كده، نقول سينس ان الاكس از ا ميد بوينت اوف البي سي، يبقى زين الام اكس بيربنديكولار اوفر ايه؟ البي سي. ده معناه ان الميجر اوف انجل ام اكس بي ايكوال 90 ديجريز. وسنس ان الام اكس بي دي، ام اكس بي دي از ا كوادريلاترال،
يبقى زين الميجر اوف انجل ام اللي احنا بندور عليها اللي هي دي ام اكس هت ايكوال 360 ماينس 90 بلس ال 90 بلس ال 56 اللي هي 360 ماينس هيبقى عندي 236 اللي هي هت ايكوال معانا 124 degrees. طيب ناخد بالنا ان في الجيفنز بيقول لي ان ال AB 8 ده معنى كده ايه؟ معنى كده ان ده 4 وده كده 4 لان سينس ان ال M D perpendicular AB يبقى زين AD equal DB equal 4 سنتيمتر. وهو بيقول لي في المسألة ان radius ب 5 يبقى ممكن نعمل construction ده كده يبقى ده كده ايه 5 يبقى انا عندي famous triangle ADM هنا 5 4 يبقى دي 3 يبقى ان تريانجل ADM سينس ان الميجر اوف انجل دي ايكوال 90 degrees يبقى زين ام دي سكويرد هي ايكوال 5 سكويرد ماينس ال 4 سكويرد اللي هي 9 يعني الام دي ايكوال كام ايكوال 3 سنتيمتر. هو عايز ايه؟ عايز الدي اي عايز الحته دي دي لما تكون 3 يبقى دي 2 يبقى زين دي اي ايكوال 2 سنتيمتر زين دي اي هت ايكوال 5 ماينس 3 which is 2 سنتيمتر. بروبلم 8 بيديني الجيفنز دي وبيقول لي الدي والاي ميد بوينتس بيقول لي بروف ان تريانجل دي اف ام ده ايزوسلس. طيب نبدا المساله مع بعضينا كده طالما ده ميد بوينت وده ميد بوينت والاثنين لاين سيجمنت جايين لي من السنتر يبقى ده بيربنديكولار هنا وبيربنديكولار فين وبيربنديكولار هنا اهو يبقى سينس ان الدي از ا ميد بوينت اوف اي بي يبقى زين الام دي perpendicular over ال AB تمام يبقى زين هنا ده معناه ان ال measure of angle ADM equal 90 degrees. نفس الكلام نعمله مع ال point E و since ان ال E is a midpoint of ال AC then ال measure of angle AEM equal 90 degrees. ممكن نجيب الانجل دي يبقى زين measure of angle EMD هت equal 360 minus 90 plus 90 plus 45 ده هت equal 360 minus 225 اللي هت equal معنا 135 degrees. يبقى دي 135 يبقى الانجل اللي جوه دي كام اللي هي دي بقى يبقى دي كام يبقى الميجر اوف انجل دي ام اف هت ايكوال 180 ماينس 135 which is 45 degrees. يبقى انا جبت دي 45 وعندي دي 90 يبقى ان تريانجل ام دي اف الميجر اوف انجل دي اف ام هت ايكوال معانا 180 ماينس ال 90 بلس ال 45 اللي هي هتدينا 45 ديجريز. يبقى سينس ان الميجر اوف انجل دي اف ام ايكوال الميجر اوف انجل دي ام اف ايكوال 45 ديجريز يبقى زين تريانجل دي FM is an isosceles triangle. يلا اللي بعديها مديني سيركل بيقول لي الريدز بتاعها 13 يعني ده كده 13 اوكي بيقول لي الاي بي ده كورد اللينس بتاعه 24 وبيقول لي ده كده ايكوال ده يبقى لازم يكون ده كده ايه بيربنديكولار
وده لما يكون 12 انا عندي famous triangle 5 12 13. طيب عايز ايه؟ عايز الاريا بتاعت الترينجل ده، يبقى لازم اجيب ده. طب لما اجيب ده 5 وده كله 13 يبقى دي كام؟ يبقى دي كده 8. يبقى انا عندي الاريا بتاعت الترينجل ده half البيس تايمز الهايت half تايمز 24 تايمز ال 8. يبقى اول حاجه هنقول ايه؟ هنقول سينس ان السي از ا ميد بوينت of ال AB يبقى then ال MC perpendicular over ال AB. تمام؟ يبقى then ال measure of angle ACM equal 90 degrees. يبقى in triangle ACM since ان ال measure of angle C equal 90 degrees يبقى زين MC squared هي equal 13 squared minus 12 squared هيديني 25. ده معناه ان ال MC equal 5 centimeters. يبقى ال CD بكام؟ يبقى زين ال CD هي equal 13 minus 5 which is 8 centimeters. يبقى زين ال area of triangle ABD هيبقى half ال base اللي هو 24 times ال height اللي هو ال 8 اللي هو 12 times 8 يبقى 96 سنتيمتر سكوير. نيجي نشوف problem 10. بيقول لي ال AB parallel DC وال X عندي midpoint. بيقول لي proof ان ال Y midpoint. طبعا مسألة سهلة جدا. ليه؟ since ان ال X عندي is a midpoint of AB يبقى زين ال MX perpendicular over AB يعني ال measure of angle MXA equal 90 degrees. و since ان ال AB parallel CD and من الترانسفيرسال XY ray ده معناه زين ال measure of angle MYC هت equal 180 minus 90 equal 90 degrees. لان دي ودي الاثنين interior angle وهما الاثنين from the same side of the transverse. وبالتالي هنقول since ان ال MY perpendicular over CD يبقى زين ال Y is a midpoint of CD. يلا اللي بعديها. ال AB وال AC two chords في السيركل. ناخد بالنا ان دي هنا ميد بوينت على الرسمة وال A ميد بوينت على الرسمة. يبقى دي كده رايت ودي كده ايه انذر رايت. يبقى ده كواد. يبقى جبنا دي 120 يبقى دي عندي 60 degrees. طيب ايه المطلوب؟ بيقول لي بروف ان الترينجل ده ايكوالاترال. اولا ده كده وده كده الاثنين دول راديوس. اوكي؟ وده لما يكون 60 يبقى دي اكيد ايه؟ 60. وطالما دي 60 وده قد ده يبقى الانجل دي قد الانجل دي. يبقى 120 هتتقسم على دي ودي يبقى دي 60 ودي انذر ايه؟ 60. سينس ان 3 انجلز ار 60 يبقى الايه؟ الترينجل ده ايكوالاترال. نعملها ازاي؟ نقول كده سينس ان دي از اميد point of ال AB يبقى زين ال MD ده perpendicular over ال AB يعني ال measure of angle MDA equal 90 degrees بالنسبة لل E. و since ان ال E is a midpoint of AC يبقى زين ال ME ده perpendicular over ال AC واللي معناه ان ال measure of angle MEA
equal 90 degrees. طيب والشكل عندي كواد، وسنس ان ال A D M E is a quadrilateral يبقى الميجر عندي of angle M هت equal كام؟ 360 minus 90 plus 90 plus 120 اللي هي 60 degrees. نيجي نشوف التراينجل بقى اللي هو ايه؟ التراينجل ده in triangle x y m since ال m y equal m x يبقى then measure of angle x equal ال measure of angle y. طيب وعندي ال measure of angle y m x وال measure of angle y m x equal ال measure of angle e m d. ليه؟ الاثنين في او اي يبقى زين الميجر اوف انجل اكس هتيكوال معايا الميجر اوف انجل واي هتيكوال معايا 180 minus 60 divided 2 اللي هي 60 degrees. يبقى ان ترانجل اكس واي ام سنس ان الميجر اوف انجل اكس equal measure of angle y equal the measure of angle m equal 60 degrees. يبقى زين على طول the triangle is an equilateral. Problem 12 بيقول لي the AB equal the AC والx midpoint والy midpoint ومدي الانجل دي 30. بيقول لي بروف ان التراينجل AXY AXY اللي هو ده كده بيقول لي اثبت ان هو ايكوالاترال. عشان اثبت ان هو ايكوالاترال يا اما اقول ان السايد ده ايكوال ده ايكوال ده يا اما اثبت ان الثري انجلز دول 60. طيب ناخد بالنا دي لما تكون 30 يبقى دي كام؟ اذا كان كل دي المفروض الرايت لان الاكس ميد بوينت يبقى انا عرفت ان دي كام؟ دي 60. وطالما دي 60 الترينجل ده يبقى دي برضو ايه 60. وطالما التو بيز انجل 60 يبقى دي 60 يبقى الترينجل ده كله ايكوالاترال. طبعا سهل قوي. يبقى سنس ان الاكس از ا ميد بوينت اوف اي بي يبقى زين الام اكس هيبقى بيربنديكولار اوفر الاي بي ومنه يبقى الميجر اوف انجل ام اكس اي ايكوال 90 ديجريز. يبقى زين الميجر اوف انجل اي اكس واي هيكوال معنا ال 90 ماينس ال 30 اللي موجوده ويتش از 60 ديجريز. طيب ان تراينجل اي اكس واي سنس ان الاي اكس ايكوال اي واي then the measure of angle x equal the measure of angle y هت equal معنا 60 degrees. طيب وال measure of angle a equal كام؟ و since ان the measure of angle x a y هت equal مع 180 minus 60 plus 60 which is 6 degrees يبقى then ال measure of angle A equal ال measure of angle X equal ال measure of angle Y equal 60 degrees. يبقى على طول ال triangle اللي هو AXY is an equilateral triangle. يلا اللي بعديها مديني two concentric circles بنفس السنتر ام دايرتين متحدين في نفس المركز. الاي بي ده كورد في الجريتر سيركل والسي دي كورد في السمولر سيركل وبيقول لي الام اي بيربنديكولار اوفر الاي بي. بيقول لي بروف ان الاي سي ايكوال بي دي. طبعا سهله جدا دي بتعتمد على الانيكوالتيز اللي احنا خدناها في بردك بريب 2. هنبدا المساله ازاي؟ هنقول سنس ان الام اي
ده بيربنديكولار اوفر الاي بي، يبقى زين الاي از ا ميد بوينت اوف الاي بي. يعني ايه؟ يعني الاي اي ايكوال كام؟ ايكوال بي اي. نخلي دي 1. نيجي بقى على السيركل الثانيه الصغيره، وسنس ان الام اي بيربنديكولار برضو اوفر السي دي، يبقى زين الاي از ا ميد بوينت اوف السي دي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاي سي هي ايكوال دي اي. ده كده 2. نعمل سبتراكشن للايكويشن 2 فروم ايكويشن 1. يعني الاي اي نشيل منه الحته اللي اسمها اي سي، ده هي ايكوال البي اي لما نشيل منه الدي اي، والاي اي لما اشيل منه الاي سي اديني اي سي، يبقى زين الاي سي والحته دي كلها لما اخد منها الدي اي اديني البي دي، يبقى زين على طول الاي سي ايكوال بي. بروبلم 14 بيقول لي في الاوبوزيت فيجر اي بي سي تراينجل درون انسايد ذا سيركل، وبيقول لي ان هو انسكرايب تراينجل، يعني كلمه انسكرايب يعني مرسوم جوه السيركل. مديني ال M D perpendicular B C وال M E perpendicular A C. بروف ان ال E D E D parallel A B. وبيقول لي بروف ان ال perimeter بتاع الترينجل ده equal half ال perimeter بتاع الترينجل A B C. مسألة حلوة. هنقول since ان ال M D perpendicular over ال B C، يبقى then ال D is a midpoint of البي سي. يعني الدي كده ميد بوينت. ايه كمان؟ الام اي ده بيربنديكولار اوفر اي سي، ده معناه ان الاي از ا ميد بوينت اوف الاي سي. بصوا معايا في الترينجل اي بي سي ده ماله ده؟ انا عندي ال ED line segment بتكونكتس between two midpoints، يبقى المفروض ان دي هتبقى parallel لمين؟ لدي. وده كده اول ايه؟ اول مطلوب. وايه كمان؟ وهت equal half. ده ناخد بالنا ان انا عندي دي كده equal دي كده، ودي كده equal ايه؟ دي كده. يبقى هنقول هنا since ان ال ED is the line segment connects between two midpoints، يبقى زين ال ED parallel AB وال ED equal half ال AB. طيب نيجي نشوف بقى المطلوب التاني هنجيبه ازاي. احنا اولا قلنا ان ال ED equal half ال AB، ده نمبر 1. وعندي المفروض ان السي دي ايكوال هاف السي بي، ده كده نص، ده كده دي كده 2. ايه كمان؟ وعندي الاي سي او السي اي ايكوال هاف الاي سي، ده كده نص، ده كده. هنعمل ايه هنا؟ هنأد ايكويشن 1 و 2 و 3. ادينج equation 1 و 2 و 3، ده معناه ايه؟ ده معناه ان ال ED plus CD plus CE هي equal half ال AB plus half ال CB plus half ال AC. طب كل دول هو ايه؟ ده عبارة عن ايه ده؟ ده ال perimeter of triangle CDE. يبقى ال perimeter of الترينجل سي دي اي هي ايكوال، ناخد الهاف كومون، يبقى لي اي بي بلس سي بي
بلس اي سي اللي هو البريمتر اوف ترينجل اي بي سي. يلا اللي بعديها. يعني نلمح نفس الكلام، انا شايف ده كده ميد بوينت وده ميد بوينت، يبقى ده اكيد بارلل ده. في حاجه كتير ممكن نجيبها. هو عايز الميجر اوف ذا انتيريور انجلز للتريانجل ام اكس واي، يعني عايز الانجل دي والانجل دي والانجل دي. هنقول ان سينس ان الام اكس بيربنديكولار اي بي، يبقى زين الاكس از ا ميد بوينت of the AB، وعندي MY perpendicular over the AC، يبقى then the Y is a midpoint of the AC. في triangle ABC since إن X is a midpoint of the AB والY is a midpoint of the AC، يبقى then the XY ده parallel the BC والXY هي equal half the BC. يبقى أنا عندي ده parallel لمين؟ لده. طيب طالما ده parallel ده، يبقى الميجر اوف انجل واي اكس بي والميجر اوف انجل اكس بي سي الاثنين دول 180. يبقى سينس ان الاكس واي بارل البي سي والاكس بي الترانسفيرسال، يبقى زين ميجر اوف انجل اكس بي سي بلس الميجر اوف انجل واي اكس بي ايكوال 180. ليه؟ الاثنين انتيريور انجل، انتيريور انجلز، تمام. يبقى انا عندي الميجر اوف انجل بقى دي ايكوال ايه؟ يبقى زين الميجر اوف انجل واي اكس ام هتيكوال ايه؟ هتيكوال معانا 180 ماينس ال 90 اللي موجوده بلس ال 70 اللي هتديني كام؟ 20 ديجريز. يبقى دي كده بتوين. نفس الكلام هنا، ترانجل الكبير المفروض انا عندي هنا 60 70، يبقى هنا ان ترانجل اي بي سي الميجر اوف انجل سي يبقى 180 ماينس 70 بلس 60 تديني 50، ايه 50 ديجريز. نفس الكلام بس عشان بس الورقه عندي مش هتكفي، هنقول ان ده بارل لمين؟ لده، وده الترانسفيرسال، يبقى دي 50 والمفروض ان الانجل دي والانجل دي انتيريور انجلز يعني 180. يبقى الانجل دي ايكوال كام؟ يبقى دي 180 ماينس 90 بلس ال 100 بلس ال 50 تديني 40، ايه 40 ديجريز. طبعا احنا مطلعين دي ب 20 ديجريز، يبقى دي هتطلع معايا كام؟ 120 ديجري. اكسرسايز 16 مديني الاي بي ده كورد وبيقول لي الاي سي بيبايسكت الانجل دي، يعني دي ايكوال دي، وبيقول لي ان الدي ميد بوينت. طالما الدي ميد بوينت يبقى اكيد دي رايت ودي ايه؟ ودي رايت. نبدا بيها سينس ان الدي از ا ميد بوينت اوف الاي بي، يبقى زين الام دي بيربنديكولار اوفر الايه؟ البي دي، والميجر اوف انجل اي دي ام ايكوال الميجر اوف انجل ام دي بي ايكوال 90 ديجريز. احنا عايزين نثبت ان الدي ام بيربنديكولار اوفر السي دي، يعني دي كده ايه؟ دي كده رايت. دي عشان تيجي لازم اثبت ان اللاين ده بارلل لمين؟ بارلل ده. طيب ازاي اقول ان الانجل دي ايكوال الانجل دي؟ عشان يبقى عندي الاثنين دول الترنيت. زي ما قلت لكم لما يكون عندك في مساله سيركل، تاخد بالك ان ممكن يكون في عندك ايزوسلس يساعدك في ان انت تنقل الانجلز من مكان لمكان.
triangle AMC ده isosceles يعني ده كده قد ايه؟ ده كده يبقى التو بيز انجلز قد بعض يعني دي كده قد ايه؟ قد دي كده. وسنس ان دي ايكوال دي والاثنين في وضع الالترنيت يبقى الاي بي بارل الام سي، وبالتالي الانجل دي والانجل دي المفروض ان الاثنين يكونوا انتيريور يعني دي ايكوال ايه؟ ايكوال 90. وطالما دي 90 يبقى فعلا الدي ام سي ام. نكمل يلا البروف. ان تريانجل اي ام سي سنس ان الاي ام ايكوال ام سي زين الميجر اوف انجل ام اي سي ايكوال الميجر اوف انجل ام سي اي تمام. وسنس ان الميجر اوف انجل بي اي سي ايكوال الميجر اوف انجل اللي هي دي بقى اللي هي ام سي اي اند زي ار الترنيت انجلز ويز ريسبكت تو ذا ترانسفيرسال اللي هو ايه اللي هو الاي سي. يبقى زين المفروض كده الاي بي برايل الام سي، وطالما الاي بي برايل الام سي يبقى زين الميجر اوف انجل بي دي ام بلس الميجر اوف انجل دي ام سي ايكوال 180 للاثنين انتيريور انجلز. يبقى زين الميجر اوف انجل دي ام سي يبقى 180 ماينس 90 which is 90 degrees. يبقى المطلوب بتاعنا قدرنا نثبته يبقى زين الدي ام ده بيربنديكولار اوفر السي اي السي ام. يلا اللي بعديها. في الاوبزيت فيجر two concentric circles السنتر عندي ام بيقول لي ام بي ايكوال اي بي الام بي دي كده قد دي كده اوكي. يقول لي الاريا اوف الشيدد بارت ايكوال 48 باي سنتيمتر سكويرد عايز الراديوس لينث اوف ذا جريتر ايه سيركل. المساله دي من المسائل الجميله. احنا قلنا ان لما بيديني قانون بقيمه انا لازم اعرف القيمه دي جت منين. هي الشيدد بارت دي عباره عن ايه؟ عباره عن الاريا بتاعت اللي بره ماينس الاريا بتاعت اللي جوه. طب الاريا بتاعت اللي بره عباره عن ايه؟ عباره عن باي ار 1 سكويرد. الكلام ده هيبقى ماينس باي ار 2 سكويرد على اساس ان ده هو الار 1 وده كده الايه؟ الار 2. طيب ناخد الباي كومون يبقى عندي ار 1 سكويرد ماينس ار 2 سكويرد. طب ار 1 سكويرد اللي هي الايه؟ اللي هي الام اي. يبقى هنا باي اللي هتيكوال معانا باي هنا عندي ام اي سكويرد ماينس مين بقى؟ ام بي. ام بي سكويرد. طيب هو الام اي ده عباره عن ايه؟ عباره عن توايس الام بي. يبقى ده هيكوال معانا باي تايمز توايس الام بي سكويرد ماينس الام بي سكويرد اللي هو باي تايمز توايس ام بي سكويرد يعني 4 ام بي سكويرد الكلام ده ماينس الام بي سكويرد. الكلام ده كله ايكوال كام بقى؟ ايكوال 48 باي. طبعا الباي هتروح مع مين؟ مع الباي يعني 3 ام بي سكويرد ايكوال 48 يعني الام بي سكويرد ايكوال 48 ديفايدد 3 which is 16 يبقى زين الام بي ايكوال روت ال 16 اللي هي 4 سنتيمتر. ده مين؟ ده السمولر راديوس. يبقى انا عندي هنا زين الجريتر راديوس اللي هو الاي ام هيكوال معانا 2 تايمز ال 4 which is 8 سنتيمتر. نيجي نشوف بروبلم 18 بيقول لي اكوارتر اوف ا سيركل ومديني مجموعه الجيفنز دي عندي الاي ام بربنديكولار بي ام
وعندي الاي دي بربنديكولار هنا والبي اي بربنديكولار هنا. مديني دي 6 ومديني دي 2 وعايز الاي سي. المساله دي لما نيجي نفكر فيها هنلاقي ان مفيش اي كونستراكشن يتعمل. تاني حاجه كوارتر اوف ا سيركل، طبعا انا مش شايف اي ايزوسلس اشتغل عليه، ما عنديش انجلز خالص، كل الانجلز اللي عندي الرايت انجلز دي. لكن لما تيجي تبص كده تحس ان هو عايز يقول لك حاول تجيب كده ان التراينجل ده كده كونجروانتل ده. هنستفيد ايه؟ السايد ده انا عندي هنا 2 هنا ايه 6، البيس دي لو لقطت مع البيس دي تبقى دي 6 وده كله 8، يبقى انا عندي 6 و8 يبقى ده 10، وطالما ده 10 يبقى الام سي 10، يبقى انا جبت ايه دي ب2. يبقى الهدف بتاعي ان نخلي ده وده كونجروانت. طب ايه الكونديشنز اللي عندي؟ ده انا ما عنديش غير ان السايد ده كده ايكوال السايد ده كده، ده راديوس وده ايه وده راديوس، وعندي ايه رايت انجل ده هنا وهنا. طبعا الشروط دي it is not enough، لان الكونديشن اللي كان فيه رايت انجل ده في حاله الكونجرونس كان عايز الهايبوتنيوز وانذر سايد. طيب هنا هنعمل ايه؟ نبص بقى مع بعضين. هنفرض ان الانجل دي 1 والانجل دي ايه والانجل دي 2 والانجل دي 3 والانجل دي ايه والانجل دي 4. طبيعي ان الانجل 1 و 2 90، لان دي 90 يبقى لازم 1 و 2 الصم بتاعهم 90، وانا عندي 2 و 3 90، يبقى لازم الانجل 1 تيكوال الانجل ايه الانجل 3. وطالما 1 ايكوال 3 يبقى اكيد الانجل 2 ايكوال الانجل ايه الانجل 4. يبقى انا قدرت اوصل ان انا عندي 2 انجلز والسايد كونكتنج بين ذم، اللي هي الكيس بتاعت انجل سايد انجل. يبقى في الحاله دي هقول ان السايد ده ايكوال ده، يبقى هنطبق فيثاغورس ونجيب الايه السايد ده. يبقى نبدا المساله ازاي؟ هنقول ان تريانجل اي دي ام الميجر اوف انجل 1 بلس الميجر اوف انجل 2 ايكوال 90 ديجريز، وان تريانجل اي ام بي الميجر اوف انجل 2 بلس الميجر اوف انجل 3 ايكوال 90 ديجريز. هنا 1 هنا 2 فروم 1 اند 2 يبقى ده ايكوال ده، يعني الميجر اوف انجل 1 بلس الميجر اوف انجل 2 ايكوال الميجر اوف انجل 2 بلس الميجر اوف انجل 3. يبقى ده كده راح مع ده كده، يعني الميجر اوف انجل 1 ايكوال الميجر اوف انجل 3. يبقى انا كده ايه قدرت اوصل اللقطه دي. طب ايه كمان؟ لما 1 ايكوال 3 يبقى طبيعي جدا ان 2 ايكوال 4، يبقى زين الميجر اوف انجل 2 ايكوال الميجر اوف انجل 4. نمسك بقى التو ترانجلز بتوعنا ان تو ترانجلز هنا اي دي ام، ناخد بالنا من الترتيب الـ A معها الـ M M E B، مالهم دول؟ الـ A M الـ A M equal B M. نكتب الـ conditions هنا الـ A M equal B M، الـ measure of angle 1 equal الـ measure of angle 3، والـ measure of angle 2 equal الـ measure of angle 4. يبقى الـ triangle A D M is congruent to triangle M E B. أنهي حالة؟ الـ A الـ angle side A angle. We deduce from a congruence in الـ E B ب 6. Then الـ E B equal 6 centimeters. ومن فيثاغورس يبقى الـ B M يبقى الـ square root الـ 36 plus دي كلها عندي 8 ودي 6. 64 اللي هي 10 سنتيمتر. طالما جبت ده 10 الام سي زيه 10، نشيل بقى من ال 10 دي ال 8 ديت، يبقى ده عندي بكام؟ 2 سنتيمتر. نيجي يلا اللي بعديها في الاوبوزيت فيجر. البي سي ده ديامتر كله ومديني الاي بي، الاي بي ايكوال اي سي، يبقى ده طبعا ايزوسلس، يبقى انا عندي الانجل بي ايكوال انجل سي. وبيقول لي الميجر اوف انجل بي اي سي، بي اي سي 60، يبقى ده ايكوالاترال. ومديني ده 2.5
وده بيربنديكولار، عايز اللينس اوف اي اي، عايز الحته دي كده. لما نيجي نبص في الجيفنز اللي عندي، انا عندي الام اكس بيربنديكولار، يعني ده بيبايسكت يعني 2.5، ودي برضو كده ايه 2.5، واحنا قلنا ان ده اكواليترال، يعني دي 60 ودي 60 والانجل دي كده ايه 60. طب انا عندي دي 90 ودي 60، يبقى دي كام؟ يبقى دي 30. اللي قدام ال 30 هاف الهايبوتنيوز، يبقى المفروض ده كام؟ يبقى ده 5، وده زيه كام؟ 5. يبقى السايد كله بتاع الاكواليترال از 10، يبقى ده كله 10، نشيل منه ال 5 دي 2.5 و2.5، يبقى الحته دي كلها ايه 5 سنتيمتر. يلا نكتب الكلام ده. Since the MX perpendicular over the AB, sorry, the EB, يبقى then the X is midpoint of the EB. يعني then the EX equal XB equal 2.5 centimeters. طيب وانا عندي ده اكواليترال، وسنس ان الترينجل اي بي سي از ان اكواليترال، يبقى زين الميجر اوف انجل بي ايكوال 60 ديجريز، يبقى ان ترينجل ام اكس بي ال measure of angle XMB هتيكو 180 minus ال 90 plus 60 اللي هي 30 degrees، يبقى على طول then ال MB equal twice ال XA XB اللي هي 2 times 2.5 which is 5 centimeters. يبقى then ال CB كله equal 2 times 5 which is 10 centimeters. وsince ان CB equal ال AB equal ال AC، يبقى ال AB equal 10 centimeters، يبقى الحته اللي احنا عايزينها اللي هي ال AE هت equal ال AB، نشيل منها الجزء بتاع ال EB minus ال EB اللي هي 10 minus 5 اللي هي 5 سنتيمتر. بروبلم 20 بيقول لي الـ AB ده diameter، وبيقول لي في عندي intersection ما بين الـ BA ray والـ DC ray في الـ point N. بيقول لي proof ان الـ NC greater than NA. طبعا المسائل اللي زي دي مفيش عندك تقريبا اي givens خالص غير مجموعة الـ radius اللي عندك، يعني عندي ده كده R وعندي ده R وعندي دقر، خلاف كده مفيش اي حاجه ولا حتى انجلز كمان، يعني حتى ده لو مقفول اقول لك مثلا ايزوسلس ترينجل، حتى مفيش ايزوسلس ترينجل ومفيش حاجه تثبت لك ان ده قد ده. هو عايز يثبت ان ده اكبر من ايه؟ اكبر من ده. هنا هنستعمل الترينجل انيكواليتي اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت في بريب 2. انا عايز الافكار دي تتجمع، يعني المساله دي فكرتها تبقى عارف ان هي مش هتتحل الا بالترينجل انيكواليتي. ازاي في الترينجل ده المفروض ان اي تو سايدز لازم يكونوا جريتر ذان الثيرد سايد، يعني السايد ده والسايد ده جريتر ذان السايد ده كله. طب انا عندي السايد ده والسايد ده في حته اسمها ار وار، لو شلناهم من هنا ومن هنا يبقى لازم ده يكون اكبر من ايه؟ من ده. تعالوا نشوف هنكتبها ازاي. ان ترينجل ام سي ان، ماله الترينجل ده؟ ال ان سي بلس السي ام، الكلام ده لازم يكون جريتر ذان الام ان. دي هنا الترينجل انيكواليتي. كل حاجه خدناها في الجيومتري بنستعملها، مفيش حاجه ما بنستعملهاش. طيب ال ان سي عندي اهو، السي ام عباره عن ار، ده هيبقى اكبر من ايه؟ ال M N عبارة عن ايه؟ عبارة عن R بلس ال N A، يبقى R بلس ال N A. هنعمل هنا ماينس ال R، يبقى أنا عندي ال N C greater than ال N A. مسألة سهلة أوي.
بس الفكره غريبه يعني، الفكره ممكن ما تكونش حاضره في دماغك. يبقى هنتفق مع بعضينا اي مساله تجي لنا الفكره غريبه شويه، يبقى عندك بنك افكار تلمي فيه كل المسائل دي. المساله اللي بعد كده مديني الاي بي دايمتر والدي سي اكورد، بيقول لي الاكس سي بيربنديكولار هنا والواي دي بيربنديكولار هنا، بيقول لي بروف ذات ان الاي اكس الحته دي كده قد ايه قد دي كده. هثبت ده ازاي؟ طبيعي ان الام اي قد الام بي، فلو قدرنا نثبت ان الام اكس قد الام واي يبقى لما نشيل ام اكس من هنا واشيل ام واي من هنا يطلع دي قد دي. طب نعمل دي ازاي؟ هنعمل كده الكونستراكشن ده، هننزل ده كده بيربنديكولار. طالما نزلت بيربنديكولار يبقى انا ايه في الميد بوينت، يعني دي كده قد ايه قد دي كده. يبقى هنعمل كونستراكشن، هنسمي مثلا الام مع الاي. يبقى الكونستراكشن بتاعنا درو ام اي بيربنديكولار اوفر الايه الدي سي. يبقى سنس ان الام اي بيربنديكولار دي سي، يبقى زين الاي از ميد بوينت اوف الدي سي. وطالما الاي ميد بوينت يبقى زين الاي سي ايكوال كام اي دي. ماشي، انا عندي دي هنا 90 ودي 90، يبقى الاثنين دول اكيد بارلل، وطالما الاثنين بارلل يبقى المفروض ان الاي سي ايكوال ام اكس والدي اي ايكوال واي ام. يعني سنس ان الميجر اوف انجل اكس سي اي ايكوال الميجر اوف انجل ام اي سي ايكوال 90 ديجريز، يبقى زين الاكس سي بارلل لمين؟ للام اي. الاثنين دول انتيريور انجلز. وبرضو انا عندي الانجل دي والانجل دي الاثنين 90 والاثنين انتيريور، يبقى الام اي بارلل واي دي. يبقى انا عندي الام برضو الام اي بارلل لمين؟ واي دي. يبقى انا عندي الثلاثه دول بارلل لمين؟ بارلل لبعض. وكنا خدنا في بريب 1 حاجه مهمه جدا، ان لو عندي بارلل ستريت لاينز قطعها ترانسفيرسال يبقى لازم المسافات البينيه دي تكون ايكوال للناحيه الثانيه. طب انا عندي ده ايكوال ده، يبقى لازم يكون ده كده ايكوال ده ايه ده كده. نقولها ازاي دي؟ هنقول كده، هنقول سينس ان الاكس سي بارلل ام اي بارلل واي دي، وايه كمان؟ السي دي از ترانسفيرسال. ومش اي ترانسفيرسال، وعندي السي اي ايكوال اي دي، ده ايكوال ده، يعني ترانسفيرسال ومقسوم لجزئين قد بعض بالظبط. يبقى الترانسفيرسال اللي قدامه لازم برضو يكون مقسوم لجزئين قد بعض بالظبط. يبقى زين الاكس ام ايكوال ام اي ام واي. طالما اكس ام ايكوال ام واي يبقى سينس ان الاي ام ايكوال بي ام، هنخلي دي مثلا 1 ودي هنا 2 سبتراكت 1 فروم 2، يبقى انا عندي الاي ام هنشيل منها الام اكس هتيكوال البي ام لما نشيل منها الام واي، ده يدينا على طول زين ان الاي اكس هتيكوال البي واي. يبقى احنا هنا استعملنا حاجه خدناها في درس الباراليزم في بريب 1. بروبلم 22 بيقول لي الاي بي والسي دي ار 2 بارال كوردز في السيركل ام، مديني الاي بي كلها ب 12 السي دي كلها 16، يقول لي فايند الديستانس بتوين ذا تو كوردز اف الراديوس لينث للسيركل ايكوال 10 وار ذير اني اذر انسرز اكسبلين يور انسر. لما نيجي نبص على السيناريو ده، عندي تو كوردز واحد 12 وواحد 16، لما نيجي نرسمهم ازاي؟ ما قداميش غير الرسمه دي. هو عندي ده المفروض ان الراديوس 10 يعني كل ده كده 20، يبقى اكيد ده فوقيه بشويه السي دي ب 16 واللي فوقيه بشويه الاي بي ب 12.
لكن في سيناريو تاني ممكن واحد من دول يقع لي في الناحيه الثانيه اللي هو السيناريو ده. انا طبعا ارسمها لكم اللي هو هيبقى السيناريو ده، هيبقى الاي بي 16 سوري الاي بي ب 12 والسي دي بكام؟ 16 على هذه الوضعيه. طيب نحل ازاي؟ لازم نعمل مجموعه من الكونستراكشنز، لازم نوصل ام دي نوصل ام بي، هنعتبر مثلا النقطه دي زد كده مثلا، ونعتبر النقطه دي كده مثلا ايه اكس، وهنكونستراكت ام اكس بيربنديكولار اوفر ايه الاي بي، وطالما بيربنديكولار على الاي بي لازم يكون بيربنديكولار على ايه على السي دي عشان هما الاثنين بارلل. في هذه الحاله طالما هو بيربنديكولار يبقى لازم ده قد ده، الاي بي ب 12 يبقى دي كده 6 ودي كده 6، ده ب 16 يبقى دي كده 8 ودي كده 8، بيقول لي الراديوس 10 يبقى انا عارف ان ده 10 وعارف ان ده ايه 10، يبقى هنشتغل بفيثاغورس. عندي هنا 8 و10 يبقى ده 6، وعندي هنا 10 و6 يبقى ده كله 8، ونعمل الاثنين سبتراكشن يطلع لي 2 سنتيمترز اللي هو ده الام اكس الكبيره ماينس الام ايه الام زد. يلا نكتب الكلام ده، شوف الاول كونستراكشنز. درو ام دي وام بي وام اكس بيربنديكولار اي بي وام زد بيربنديكولار سي دي، وهنقول مع بعضينا السنس ان الام اكس بيربنديكولار اي بي يبقى زين الاكس از ميد بوينت of الاي بي، ده معناه ان الاكس بي ايكوال 6 سنتيمتر. ايه تاني؟ وعندي الام زد بيربنديكولار سي دي، يعني ده معناه ان الزد از ا ميد بوينت of السي دي، يعني الزد دي ايكوال 8 سنتيمتر. يلا بفيثاغورس هنجيب الام اكس ونجيب الام زد، يبقى ان ترينجل ام اكس بي الام اكس سكويرد هي ايكوال 10 سكويرد ماينس 6 سكويرد اللي هي 100 ماينس 36 which is 64، يعني الام اكس ايكوال كام؟ ايكوال 8 سنتيمتر. طيب الترينجل الثاني ان الترينجل اللي هو ام زد دي المفروض ان الام زد سكويرد هيكوال مع ال 100 ماينس 64 اللي هي 36، يعني الام زد ايكوال روت ال 36 يديني 6 سنتيمتر. يبقى الديستنس عندي اللي هي البربنديكولار ديستنس بين الاثنين دول يبقى زين the distance between the two chords is 2 centimeters. بالظبط نفس الكلام ده بالظبط هو الايه البروف بتاع الايه الشكل ده بالظبط. يعني نحط هنا كده، هنا احنا قلنا هنحط دي كده اكس مع الاي بي ودي كده زد، وهيتمشي نفس الكلام بالظبط. يعني لو جبت الكلام ده حطيته هنا يبقى هو البروف بتاع ايه بتاع دي، بس تبقى انتوا عارفين ان السيناريو بتاع المساله دي يمشي معايا على ايه على رسمتين. بروبلم 23 بيقول لي ان كارتيزيان كوردينيتس بلين الاي بي دايمتر اوف ا سيركل ام، ومديني الاي ب 3 و4 ومديني البي ب 3 ونيجاتيف 3، عايز الكوردينيتس بتاعت الام، وبيقول لي كالكوليت السيركمفرنس بتاع السيركل. مساله سهله جدا. هنبتدي بقى ندخل معانا شغل التريجنومتري. يبقى انا عندي الام عباره عن ايه؟ دي الميد بوينت، يعني هتيكوال الاتش المفروض x1 بلس x2 ديفايدد 2 y1 بلس y2 ديفايدد 2. x1 عندي هنا 3 و3 يبقى 3 بلس 3، وعندي هنا 4 ماينس الايه؟ ال 3 اللي هتيكوال معانا 6 ديفايدد 2 يديني 3 and 1 over 2. يبقى احنا كده جبنا مين؟ جبنا الام. طيب اجيب ازاي السيركمفرنس؟ السيركمفرنس يبقى انا محتاج الار. طب الار عندي ايكوال كام؟ يا اما ام يا اما بي ام.
طيب يبقى احنا نجيبها عن طريق الايه القانون بتاعنا بتاع الديستنس اللي هو هيكوال معناه ال h. x2 minus x1 squared هنعتبر بقى ان دي x ودي x يبقى 3 minus 3 يبقى 0 3 minus 3 squared الكلام ده plus y2 عندي هنا 4 هيبقى عندي minus 1 over 2 squared اللي هي السكوير روت طبعا ده خلاص راح و4 minus الهاف يبقى 3.5 squared اللي هي 3.5 length unit. طيب السيركمفرنس ايكوال ايه؟ السي عندي ايكوال 2 باي ار which is 2 باي تايمز 3.5 اللي هي هيبقى 2 تايمز 3.5 اللي هي ب 7 يبقى 7 تايمز الباي 22 اوفر 7 ده راح مع ده اللي هي 22 لينس يونت. يلا اللي بعديها في الكارتيزيان كوردينيت سبلين مديني الام ومديني الاي ومديني البي. في المسائل اللي زي دي انا بحب ارسم درافت علشان اتخيل شكل المساله. يقول لي بروف ان الام از ذا سنتر اوف ذا سيركل باسنج ثرو تو بوينتس A وB زين كالكوليت الاي البربنديكولار ديستانس بتوين الكورد AB اند السنتر اوف ذا سيركل. مديني الام والA والB وبيقول لي بروف ان الA والB على نفس السيركل. طبعا انا راسم لكن انا لو مش هرسم لازم اثبت ان الراديوس ده ايكوال للراديوس ده. يبقى الاول نجيب ايه AM بالقانون بتاع الايه بتاع الديستنس. يبقى انا عندي ال AM equal للسكوير روت هنشتغل على الاي والام يبقى 2 minus negative 1 يعني 2 plus 1 squared الكلام ده plus 6 minus 2 squared يعني السكوير روت 3 squared ب 9 4 squared ب 16 اللي هي root 25 اللي هي هت equal معانا 5 unit length. جبنا ال AM يلا نجيب ال BM هنا 2 minus negative 1 اللي هي 2 plus 1 squared الكلام ده plus negative 2 minus 2 squared اللي هي تبقى square root هنا 3 squared ب 9 negative 4 squared ب 16 اللي هي root 25 which is 5 unit A unit less. يبقى since ان ال AM equal BM يبقى then ال M is the center of the circle passing through A و A A و B. طيب هو طالب حاجة تانية بيقول لي calculate the perpendicular distance between the chord AB والcenter. يعني ادي ال AB عايز ال perpendicular distance دي هو بيقول لي perpendicular اوكي يعني عايز ال distance دي هنعتبر مثلا ان هي M MC. هل انا اقدر اجيب ال AB كله؟ نقدر نجيبه بالقانون بتاعنا برضو بتاع ال distance. انا عندي ال AB يبقى ال square root لل H هنا هيبقى 2 minus 2 لان انا عندي هنا 2 هنا البي جاي من ال 2 والاي جاي من ال 2 يبقى 2 minus 2 squared الكلام ده بلس عندي مثلا ناخد مثلا ال 6 minus negative 2 يبقى اللي هي ال 8 squared اللي هي تبقى root ال 8 squared which is 8 unit length. ده لما يكون كله ب 8 يبقى ده كده 4 ده كده 4 وانا عندي دي كده 5. طالما ده 4 وده 5 ده الفيماس ترينجل ده سكويرد ماينس ده سكويرد دي ده سكويرد وده هيطلع معانا 3 يونت لينس. بروبلم 25 في الكارتيزيان بلين ال AB كورد مديني ال D ميد بوينت اوف ال AB سوري دي كده دي اوكي وبيقول لي ال A عندي 4 و 1 دي الكوردينتس بتاعتها ومديني ال B عايز الايكويجن اوف MD. ايكويجن اوف MD ده شغل التريجنومتري. طيب يبقى الايكويشن بتاعتي ايكوال ايه؟ y ايكوال m x بلس مين؟ بلس السي وبنجيب الايه؟ السلوب بالاول. طب السلوب بجيبه ازاي؟ هل في علاقه عندي هنا ما بين الام دي والاي بي؟ اه طبعا في علاقه لان بيقول لك الدي ميد بوينت يبقى دي كده ايه؟ دي كده بربنديكولر
يعني ده لو ام 1 هنعتبر ان ده ام 1 والسلوب بتاع الاي بي ام 2 يبقى انا عندي الام 1 تايمز ام 2 ايكوال نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. طب ينفع نجيب السلوب اوف اي بي؟ ينفع. التو بوينتس عندي الاي عندي والبي عندي. يعني هنقول كده ان الام بتاع الاي بي اللي هو y2 minus y1 هيبقى 5 minus ال1 divided x2 minus x1 هنا نيجاتيف 4 minus الايه؟ ال4 اللي هي هتدينا 4 divided نيجاتيف ال8 يعني نيجاتيف 1 over 2. يبقى زين الام عندي بتاع الام دي هيكوال نيجاتيف الريسيبروكال يعني هيكوال عندي 2. يبقى انا الايكويشن بتاعتي يبقى زين is the equation of MD straight line is y equal to x plus c. طيب عشان اجيب ال c محتاج اعوض ببوينت. هل في بوينت عندي اقدر اجيبها اعوض بيها؟ اه اللي هي ال d. طب ودي اجيبها ازاي؟ ال d اصلا ميد بوينت لل a وال b. يبقى انا عندي هنا نجيب ال d. ال d عندي عبارة عن هنا 4 minus 4 divided 2 1 plus 5 divided 2 اللي هي 0 و 3. يبقى هنعوض عندي في الايكويشن دي بالبوينت دي. يبقى 8 دي اللي هي 0 و 3 يبقى الواي عندي ب 3 equal 2 times 0 plus c. يبقى زين c equal كام؟ 3. يبقى انا الايكويشن بتاعتي عبارة عن y equal 2x plus 3. نيجي نشوف مسائل excellent variables. بيقول لي السيركل اللي قدامنا دي بيقول لي الراديوس عندك 7. بيقول لي الاي بي والسي دي الاثنين 2 perpendicular chords وانترسكتنج في البوينت اللي اسمها O. ومديني الطول بتاع الاي بي ب 12 والسي دي ب 10. عايز اللينث اوف ام او. يبقى هنعمل construction ام او اهو. هنعمل ده كده. هنا هنعمل مجموعه من الكونستراكشنز اهمها ان هنزل بيربنديكولار من الام اوفر السي دي. هنسميها مثلا البوينت اكس وهنزل من هنا على البوينت دي كده في الميد بوينت هنا واسمي دي كده ايه واسمي دي واي. وعشان اقدر اجيب اللينس بتاع الام اكس واللينس بتاع الام واي ناخد بالنا هو مديني الايه مديني الراديوس لينس 7 وعندي ده كله وده كله. يبقى لازم اعمل الراديوس ده هنا كده واقول عليه ان هو 7 واعمل برضو الراديوس ده هنا كده واقول عليه ايه 7. ليه عملنا دول؟ عشان اعوض في الترينجل ده كده. انا عندي ده 7 المفروض ان دي ميد بوينت يعني هتخلي لي السي دي 5 و5. يبقى انا عندي هنا 5 و7 وعندي دي 7 وده كله كام؟ ده كله 12. يبقى انا عندي دي هنا ايه دي هنا 6. يبقى فيثاغورس اعرف اجيب ده واعرف اجيب ده. وطالما عرفت اجيب ده وده وطبعا ده بارل لده يبقى اكيد السايد ده زي السايد ده. يبقى هاخد ده احطه هنا واعوض فيثاغورس اجيب ايه اجيب ده. طالما مع بعضنا نكتب البروف ده كده. اول حاجه كونستراكشنز درو هنرسم ايه ام اكس بيربنديكولار اوفر السي دي والام واي perpendicular over الـ AB وحندرو برضو MA و MC و MB. تمام؟ طيب هنقول since ان الـ MX perpendicular CD يبقى زين الـ X is midpoint of CD وده معناه ان السي اكس ايكوال 5 سنتيمتر. ايه تاني؟ الام واي بيربنديكولار اوفر اي بي وسنس ان الام واي بيربنديكولار اوفر الاي بي يبقى زين الواي از ا ميد بوينت اوف
of AB وده معناه ان ال BY equal 6 سنتيمترز يبقى زين ال BY اللي هي 12 divided 2 تديني 6 سنتيمترز. تمام نشتغل بقى على التوتال انجلز اللي عندي CXM in triangle CXM عندي انجل رايت سنس ان الميجر اوف انجل X equal 90 يبقى نشتغل بفيثاغورس يبقى زين ال MX هيبقى السكوير روت 7 سكويرد اللي هي 49 ماينس 5 سكويرد اللي هي 25 اللي هي تبقى روت 24 جواها 4 يبقى عندي 2 روت 6 يبقى 2 روت 6 سنتيمتر. ايه كمان نشتغل على الترانجل الثاني اللي هو BYM in ترانجل BYM ماله سنس ان الميجر اوف انجل Y90 يبقى زين MY هيبقى السكوير روت بتاع ال 49 اللي هي 7 سكويرد ماينس 6 سكويرد اللي هي 36 which is root هنا هيبقى عندي 13 طبعا روت 13 سنتيمتر. طيب يبقى انا عندي ال MY خلاص روت 13 وعندي السايد ده 2 روت 6 اقدر اجيب السايد ده لان ال MX equal YO وسنس ان ال MX equal YO هتيكوال زيها بالظبط اللي هي 2 روت 6 نقدر دلوقتي نتكلم على الترينجل ده اللي هو OMY يعني انا عندي ال OM هايبوتنيوز عندي في الترينجل ده هيكوال ده سكويرد بلس ده سكويرد يبقى ان ترينجل MYO سنس ان الميجر وبانجل Y equal 90 degrees يبقى ال MO squared equal 2 root 6 squared plus root 13 squared اللي هي 24 plus 13 which is 37 يبقى زين ال MO لوحدها هتبقى root 37. نيجي نشوف problem 2 بيقول لي الـ AB والـ BC are two chords في السيركل الـ AB والـ BC وبيقول لي الـ AB equal BM وده perpendicular ومديني الطول بتاع الـ BC بيديني givens كتير قوي عايز الـ radius length of السيركل عايز الـ MA ناخد بالنا المسألة دي جميلة قوي ليه؟ بساعات كده بتلخبط لما بيديك كده two sides للترينجل ويقول لك ان ده isosceles هو هنا بيديك ان الـ AB والـ MB equal انت على طول انت بتترجم اوتوماتيك ان الـ ABM ده isosceles وبتفتكر ان السايد ده كده خلاص مش زيهم لكن هو اصلا قاصد يحط لك التو سايدز دول ايكوال عشان يلخبطك هو لو كان سابها لك كده مفتوحه كان ممكن انت تجيبها لكن التو سايدز دول غموك شويه ليه؟ لان الـ MB ده زي ما انتم شايفين radius طب والـ MA ده كله radius برضو الله يعني ده زي ده زي ده يعني ده كده مش isosceles ده equilateral يعني سنس ان ال MB equal BA وال MA equal MB يبقى الترينجل ده equilateral على طول يبقى الانجل دي كام؟ يبقى الانجل دي 60 اوكي؟ طيب وانا عندي ده 14 root 3 كل ده وده جاي هنا في الميد بوينت يبقى دي هنا 7 root 3 ودي هنا 7 root 3 وتتحل بالتريجنومتري على طول. طيب نقول كده المسألة هنقول سنس ان الـ MD perpendicular over الـ BC يبقى زين D is mid point of الـ BC ده معناه ان الـ BD equal 1 over 2 times 14 root 3 اللي هي 7 root 3 centimeters وسنس ان ال MB equal AB وال MB equal MA يبقى زين الترينجل ABM is an equilateral triangle
يبقى زين على طول الميجر اوف انجل بي ام دي ايكوال كام؟ ايكوال 60 ديجريز. ممكن نحلها على طول بقى بالتجنومتري، ان انا اجيب ساين 60 وانترو انجل نحدده بقى اللي هو بي ام دي. سنس ان الميجر اوف انجل دي ايكوال 90 ديجريز، يبقى ساين 60 اللي هي ساين الانجل ام هتيكوال معانا الاتي، هتيكوال معانا ده ديفايدد ده، يبقى هتيكوال 7 روت 3 ديفايدد الايه الهايبوتنيوز عندي اللي هو الايه الار. يبقى انا عندي الار ايكوال كام؟ نودي ده هنا ونجيب ده هنا، يبقى زين الار هتيكوال 7 روت 3 اوفر ساين 60 اللي هي 7 روت 3 ساين 31 اوفر 2 ساين 60 بروت 3 ديفايدد 2 اللي هي هتيكوال 7 روت 3 تايمز 2 ديفايدد روت 3 ده يروح مع ده تديني 14 سنتيمتر. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 1. ليسون سهل جدا، انا شايفه سهل مفيش مشكله خالص، استعملنا فيه حاجات من الماضي. اهم حاجه فيه ان اللاين سيجمنت اللي بتكونكتس بتوين السنتر بتاعت السيركل والميد بوينت بتاعت الكورد لازم تكون بيربنديكولار على الكورد. الدرس كله معظم المسائل على الجزئيه دي. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.